طيب بص بقى، تعال نكمل. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان المعادله ديت دي بيسموها الكونتينيوتي ايكويشن بحاله الليكويد، اما اللي فوق كانت الكونتينيوتي ايكويشن بس في حاله الايه؟ الغاز. طيب في شويه حاجات عايزك تعرفها. في حاجه بيسموها الماس فلوريت. ايه الماس فلوريت؟ من الابعاد، من الدايمنشن. احنا اتفقنا لما اسمع كلمه ريت، لما اسمع كلمه ريت اللي هي معدل، بقسم على الايه؟ بقسم على التايم. يبقى كلمه ماس فلوريت دي معناه ان الماس على التايم. وفي حاجه بيسموها الفوليوم فلوريت. فوليوم فلوريت يبقى انا بسمع كلمه ريت بقسم على الزمن، يبقى فوليوم فلوريت اللي هو الفوليوم على التايم. دي بيساعد بيدوها رمز كيو، ودي بيساعد بيسموها رمز ايه؟ ام دوت. طب عايز افهم ايه هو الماس فلوريت؟ افهمها بقى، انا خلاص عرفت المعادله. عايز افهم ايه هو الماس فلوريت؟ بس انت هتلاقيني بقف شويه كده عشان بدخل الطلبه، يعني ده هي مع مشكله الاونلاين اللي انت ايه بتضطر تفصل كل شويه كده عشان تدخل الطلبه يعني. طيب بس هي في الاول بس يعني مده 10 دقايق او ربع ساعه كتير، وبعد كده خلاص ماليش دعوه بالطلبه اللي هتخش متاخر يعني. بص بقى يعني. طيب وعايز افهم ايه هو الماس فلوريت؟ افهمها ايه هو الماس فلوريت وايه هو الفوليوم فلوريت كفهم يعني. تعال نشوف ايه هو الماس فلوريت. بص بقى، لو انا عندي انبوبه بالمنظر ده، والانبوبه دي ماشي فيها سائل، ماشي فيها سائل ليكويد، وقلت لك هات لي الماس فلوريت او هات لي الفوليوم فلوريت، ازاي بتجيبه؟ كل انت بتجيبه بتجيب كونتينر كده، بتجيب اناء كده وتدخله هنا اهوت، وانت بتدخله هتشغل الستوب ووتش. انت عندك ستوب ووتش هنا هتشغلها، اول ما تبدا السائل يخش هنا، اول ما السائل يبدا يخش هنا هتشغل مين؟ الستوب ووتش. الستوب ووتش عماله شغاله، وانت السائل عمال ايه؟ يعبي لغايه ما تعبي كميه معينه منين؟ من السائل، اي كميه. طبعا طول ما انت بتستنى الكميه عماله ايه؟ تزيد، والزمن كمان عمال ايه؟ يزيد، لغايه ما تعبي كميه معينه هتوقف الستوب ووتش، هتوقف الستوب ووتش ديت وتطلع الايه؟ البتاع ده بره هنا، طلعه. شوف الكتله، الماس اللي انت عبيتها، شوف الماس اللي انت عبيتها، شوف الماس اللي انت عبيته قد ايه؟ وشوف التايم اللي انت استنيته، شوف التايم اللي انت استنيته قد ايه. لما تقسم الماس اللي انت عبيتها على التايم، هو ده بيسموه الماس فلوريت. يبقى انا لو قلت لك هات لي الماس فلوريت، ده عباره عن الماس اللي انا عبيته، الماس بتاع السائل اللي انا عبيته على التايم اللي انا استنيته. صعب الكلام ده؟ وخلي بالك من حاجه، كل ما تستنى زمن اكتر، كل ما الزمن بيزيد، كل ما الماس كمان ماله بيزيد. المهم يبقى الماس فلوريت عباره عن الماس اللي انا عبيته على التايم اللي انا عبيت فيه الماس ده. ممكن اجيبها بطريقه ثانيه، ان الماس فلوريت عباره عن رو اي في. الماس فلوريت عباره عن رو اي في. طب مين الرو؟ الرو دي كثافه السائل، الدنسيتي بتاعت السائل، والاي اللي هي كروس سكشن اريا، مساحه المقطع ده، والفي هي الفيلوستي. خلي بالك عايزين نميز ما بين الفي سمول والفي كابيتال. الفي سمول دي فيلوستي، اما الفي كابيتال ده ايه؟ فوليوم. يبقى انت الماس فلوريت تجاب بكام طريقه؟ بطريقتين. الماس فلوريت تجاب بطريقتين، يا اما تاخد الماس اللي انت عبيتها، الماس اللي انا عبيته على التايم اللي انا استنيته، يا اما تقول منها رو اي في، حيث رو هي الكثافه بتاعت السائل، والايه هي الكروس سكشن اريا بتاعت المقطع ده، والفي هي الايه؟ الفلوستي. طب ايه هو الفوليوم فلوريت؟ احنا اتفقنا كلمه ريت يعني بقسم على الزمن، يبقى فوليوم فلوريت يبقى بقسم الفوليوم على التايم. طب ازاي بجيب الفوليوم فلوريت؟ بنفس الطريقه ديت اللي هو ايه؟ هتدخل المخبار كده، هتدخل الاناء بتاعك او الكونتينر هتدخله، وانت بتدخله هتشغل مين؟ الستوب ووتش، لغايه ما تعبي كميه معينه من السائل. اول ما تعبي كميه هتوقف مين؟ الستوب ووتش وتطلعها. الكميه اللي انت عبيتها، ما تشوفش بقى الماس، لا تشوف الفوليوم بتاعك قد ايه، وتشوف التايم اللي انت استنيته، تشوف الفوليوم وتشوف التايم، تقسم الفوليوم على التايم. انا كده جبت الايه؟ الفوليوم فلوريت. نفس الكلام، كل ما استنى زمن اكتر، كل ما الفوليوم كمان ماله بيزيد. يبقى هي عباره عن الفوليوم اللي انا استنيته على التايم اللي انا استنيته، الفوليوم اللي انا عبيته على التايم اللي انا استنيته. برضو الفوليوم فلوريت بيتجاب بطريقه ثانيه اللي هي الايه؟ في الفي سمول، حيث الايه هي كروس سكشن اريا، والفي سمول هي الايه؟ الفلوستي. صعب اللي انا بقوله ده؟ طب يبقى خلاصه الكلام، ان الماس فلوريت هو عباره عن الماس اللي انا عبيته على التايم اللي انا استنيته، او الفوليوم اللي انا الفوليوم فلوريت عباره عن الفوليوم اللي انا استنيته على التايم اللي انا استنيته. برضه الماس فلوريت بتتجاب بطريقه ثانيه اللي هي عباره عن رو اي في الفي سمول حيث الفي دي السرعه، او الفوليوم فلوريت اللي عباره عن الاي في الفي سمول حيث الفي سمول دي الايه؟ السرعه. لو انا بصيت بقى للكونتينيوتي ايكويشن اللي كنت كاتبها في الاول، دي كونتينيوتي ايكويشن في حاله الجاز، ودي كونتينيوتي ايكويشن في حاله الايه؟ الفلويد. طب من الرو، حد يرد عليا،
الرو اي في، الرو اي في دي تمثل من الماس فلوريت. يبقى الكونتينيوتي ايكويشن في حاله الجذب بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الماس فلوريت وهو داخل هو نفسه الماس فلوريت وهو ايه؟ وهو خارج. ده في حاله الايه؟ الجاز. اما في حاله الليكويد بلاقي مين؟ ان اي 1 في 1 ايكوال من اي 2 في 2. طب مين الايه في الفي؟ هو الفوليوم فلوريت. يعني معنى الكلام دوت ان الفوليوم فلوريت بتاع السائل هو داخل هو نفسه الفوليوم فلوريت وهو ايه؟ وهو خارج. خلصت الكلام عشان ما تتوهش مني كتير، عشان ما تتوهش مني كتير. الموضوع سهل خالص، ما فيهوش حاجه صعبه. خلاص عشان ندخل بس الناس اللي دلوقتي موجوده، ندخلهم بس الاول. بعد الاكاديميه نرجع بسرعه. يبقى خلاص الكلام ان الشابتر دوت عشان الناس لسه داخله متاخر، عشان احنا اتكلمنا في الاول. الشابتر ده شابتر سهل، مفيش حاجه صعبه خالص. الشابتر ده عباره عن معادلتين فقط لا غير. المعادله الاولانيه بيسموها الكونتينيوتي ايكويشن، اما المعادله الثانيه بيسموها البرنولي ايكويشن. بالنسبه للكونتينيوتي ايكويشن، معادله الاستمرار دي منها صورتين، في حاله الجاز وفي حاله الايه؟ الليكويد. في حاله الجاز رو 1 اي 1 اي في 1 بيساوي رو 2 اي 2 في 2، اما في حاله الليكويد A1 V1 بيسمينها A2 V2. وشرح عن حاجه بيسموها الماس فلوريت، وشرح عن حاجه بيسموها الفوليوم فلوريت. طيب المساله دي مساله اي كلام خالص، ما فيش حاجه صعبه خالص. يعني المساله ديت جايب لك كده زي ايه؟ خرطوم، والخرطوم ده طالع منه ايه؟ ميه، وبيعبي الميه هنا في الكونتينر ده. المهم ادالك الفوليوم، الفوليوم اللي اتعبى، الفوليوم اللي اتعبى، وقال لك الفوليوم ده هيتعبى، الفوليوم ده هيتعبى في مينيت، الفوليوم هيتعبى في مينيت. لما يديك الفوليوم ويديك التايم، لما يديك الفوليوم اللي اتعبى والتايم اللي انا استنيته، اقدر اجيب مين؟ الكيو. الكيو عباره عن الفوليوم اللي انا عبيته على التايم اللي انا استنيته. بس انا ما بشتغلش بالمينيت، انا بشتغل بالايه؟ بالسكند. فعشان احول من مينيت لسكند هضرب ال1 مينيت في 60 عشان تبقى ايه؟ بالسكند. انا كده جبت الفوليوم فلو ريت اللي هو الايه؟ الكيو. وانا برده اوريدي عارف ان الكيو عباره عن منها الايه في الفي. فهو اداك الديامتر بتاع الخرطوم ده. لما اديك الديامتر اقدر اجيب مين؟ الاريا. ازاي؟ انا عارف ان الاريا دي عباره عن سيركل، عباره عن دايره. فالاريا عباره عن باي ار سكوير، عباره عن باي ار سكوير، او باي الريديوس عباره عن الديامتر على 2. الريديوس عباره عن الديامتر على 2، فباي دي على 2 كل سكوير، اللي هي عباره عن باي دي سكوير على 4. يبقى انت الاريا بتاعت الخرطوم ده، الاريا بتاعت الدايره دي، يا اما تقول باي ار سكوير، يا اما تقول باي دي سكوير على كام؟ على 4. فالمهم هو اداك الديامتر وطلب منك الفيلوستي بتاعت الايه؟ السائل. عايز اجيب الايه؟ السبيد او الفيلوستي، يعني السرعه بتاعت الميه وهي خارجه. فانا عارف ان كيو زي ما اتفقنا عباره عن منها الاي في الفي. الايه اللي هي باي ار سكوير في الفي. الكيو عندي خلاص، الكيو اوريدي انا جبتها، الكيو اوريدي انا جبتها، والاريا خلاص عندي، اقدر اطلع مين؟ الفيلوستي. جه بعد كده في المساله بيقول لك ايه؟ اللي هو هيضيق الخرطوم ده شويه، هيضيقه. فلما ضيق الخرطوم اداله السرعه الجديده، اداله السرعه الجديده، السرعه الجديده، واداله كيو الجديده، الفلوريت الجديد، واداله سرعه جديده. قال له ان السرعه الجديده ضعف السرعه الاولانيه، السرعه الجديده سرعه السائل وهو خارج، سرعه السائل وهو خارج عباره عن ضعف السرعه الاولانيه. وكيو الجديده نص كيو الاولانيه. يبقى انا هقول ان الفي الجديد عباره عن 2 في السرعه القديمه، والكيو الجديد عباره عن الكيو القديمه على 2. المهم انا عندي الفي الجديده والكيو الجديده. طلب مني الايه؟ الريديوس ده، عايز اجيب الريديوس. طب ما انا عارف ان الكيو اللي هو الفوليوم فلوريت عباره عن الاريا في الفيلوستي،
الكيو الجديده عباره عن الاريا الجديده في الفلوستي الجديده. الاريا اللي هي مساحه الدايره اللي هي باي ار سكوير في البي الجديده. كله عندي ما عدا مين؟ الراديوس. اقدر اجيب مين؟ الراديوس لايت. طبعا مساله اي كلام خالص يعني، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني، هي اي كلام، مساله كتاب عملي وخلاص يعني. بس انا خلصت الكلام اللي انا عايزك تكون صباح تعالى في الباب، عايزك تكون مجمع معايا ان الشابتر كله زي ما اتفقنا عباره عن كم معادله؟ معادلتين فقط لا غير. اول معادله اللي هي كونتينيوتي ايكويشن، والكونتينيوتي ايكويشن زي ما اتفقنا ليها نوعين في الليكويد والجاز. انا يهمني بتاعت الليكويد اكتر. الليكويد اللي انت هتستخدمها ان A في V، A1 V1 ايكوال مينا A2 V2، وتكون عارف ان الفوليوم فلو ريت هو الفوليوم على التايم او الاريا في الفيلوسيتي، وفهمنا الفرق ما بين الاثنين يعني. المعادله الثانيه بقى هي دي اللي تهمني بقى، المعادله الثانيه اللي بيسموها البرنولي ايكويشن. طب تعال نشوف معادله برنولي ايكويشن بتقول ايه. معادله برنولي ايكويشن بتقول لك لو انا عندي انبوبه بالمنظر ده وعندي سائل، خلي بالك البرنولي بتطبق على السوائل بس، برنولي ايكويشن بتطبق على السوائل بس، وعشان كده قلت لك ان انت معظم شغلك على السوائل. اصلك انا مش هجيب لك مساله في الامتحان على الكونتينيوتي ايكويشن بس، اكيد هجيب لك مساله بتربط الاثنين مع بعض، فبنسبه 99.9% انا هجيب لك سائل يعني. المهم، فانا عندي سائل، السائل ده داخل من الانبوبه ديت بفلوستي معينه اسمها في 1، وداخل ببريشر، داخل ببريشر اسمه بي 1، وكروس سكشن اريا هنا اسمها اي 1. السائل ده خارج من الناحيه الثانيه، خارج من الناحيه الثانيه بفلوستي اسمها في 2، وكروس سكشن اريا بتاعت الانبوبه دي اي 2، والبريشر اللي هو خارج بيه اسمه مين؟ بي 2. طيب لو انا عايز اعرف ان المقطع ده، المقطع ده اعلى من المقطع ده بقد ايه؟ عايز اعرف المقطع ده اعلى من المقطع ده بقد ايه؟ قال لك باخد ريفرنس. ايه الريفرنس ده؟ قال لك الريفرنس ده، الريفرنس ده عباره عن خط افقي. الريفرنس ده عباره عن خط ايه؟ افقي. طب سؤال، الخط الافقي ده باخده فين؟ تاخده في اي حته، اخده هنا، اخده تحت شويه، اخده فوق، مش هيفرق معاك. ليه؟ اذا انت هتقيس من النص بتاع الانبوبه، انا هقيس من النص بتاع الانبوبه، هقيس من اول النص بتاع الانبوبه لغايه الريفرنس، اشوف المسافه دي، دي بيسموها اتش 1 اللي هي ارتفاع المقطع الاولاني عن الريفرنس بتاعي، وبقيس من النص بتاع المقطع الثاني، من اول النص بتاع المقطع الثاني لغايه الريفرنس بتاعي، ده بسميه اتش 2. لو انا طرحت اتش 2 من اتش 1، لو انا طرحت اتش 2 من اتش 1، بقدر اعرف المقطع ده اعلى من ده بقد ايه. يبقى انت دايما يهمك الايه؟ الديفرنس اللي هو الفرق ده. طب سؤال، لو واحد اخذ مستوى الاسناد الريفرنس بتاعك ده تحت شويه، لو واحد اخذ الريفرنس بتاعك ايه اللي هيحصل؟ قال لك هتلاقي ان اتش 1 زادت، وهتلاقي ان اتش 2 كمان مالها زادت، وهتلاقي الديفرنس بينهم فضل زي ايه؟ زي ما هو، هتلاقي ان اتش 2 ماينس اتش 1 هي نفسها. فخلصت الكلام ان الريفرنس ده الخط الافقي ده باخده في اي حته. واحد يقول لي طب ما تريح دماغك، انت ليه تاخده هنا؟ ريح دماغك وخد الريفرنس بتاعك هنا، بحيث لما تاخد الريفرنس بتاعك هنا هتبقى اتش 1، اتش 1 بكام؟ بزيرو. وتاخد هي دي، هو ده الاتش 2، هو ده نفس، هو ده الديفرنس على طول، صح؟ وعشان كده هتلاقي في معظم المسائل، معظم المسائل ممكن اخد لك الريفرنس او الخط الافقي ده عند مقطع من الاثنين، باخد الريفرنس ده عند مقطع من الاثنين. المهم، يبقى احنا اتفقنا ان الاتش 1 هي ارتفاع المقطع الاولاني عن الريفرنس بتاعي، والH2 ارتفاع المقطع الثاني عن الايه؟ الريفرنس بتاعي. طب المعادله بقى بتقول لك ايه؟ المعادله بتقول لك الاتي، ان بي 1 على رو، بي 1 على رو، ثواني كده ندخل ناس ال مشكله الاونلاين، مشكله اونلاين، مشكله دكتور، هو ممكن يكون الخط الافقي ده عند الفوهه اللي فوق، مش هتفرق. بس هتبقى بالماينس الثانيه بقى ساعتها. انت اللي بتاخد، انت اللي بتاخده، وانت ليه تاخده فوق؟ انت تاخده عند واحده منهم اللي تحت يعني، فاهم ازاي؟ تمام تمام ماشي. احنا كل ده لسه، بص كل ده لسه ما دخلناش في الجد. وهقول لك على حاجه، الشابتر ده سهل جدا، سهل خالص يعني، ما فيش حاجه صعبه يعني. بس هو لازم شكرا دكتور كده تتقال، وبعد كده هقول لك الخلاصه يعني. ثاني بس ندخل الناس ال بص، برنولي ايكويشن بتقول لك ان بي 1 على رو
زائد جي اتش 1 زائد نص في 1 سكوير بتساوي بي 2 على رو زائد جي اتش 2 زائد نص في 2 سكوير. وزي ما اتفقنا ان البي 1 هو البريشر عند المقطع رقم كام؟ 1. والاتش 1 هو ارتفاع المقطع الاولاني عن الريفرنس بتاعك، والفي 1 هو الفلوس عند المقطع رقم كام؟ 1. نفس الكلام بس عند المقطع رقم كام؟ 2. خلي بالك انا ما قلتش رو 1 ولا رو 2. مين يقول لي ليه ما قلتش رو 1 ورو 2؟ ليه ما قلتش رو 1 ورو 2؟ ده سائل رو 1 رو 2 ثابت عشان ده ليكويد بالظبط كده، عشان احنا قلنا بالظبط كده، عشان احنا قلنا ان البرنولي ايكويشن اساسا بتطبق على الايه؟ على الليكويد، على السوائل، واحنا عارفين ان السوائل غير قابله للايه؟ للضغط، فالرو بتفضل ثابته، عشان كده ما قلناش ان رو 1 ولا رو 2. طب ينفع الرو تروح مع الرو؟ ينفع الرو تروح مع الرو؟ اه ينفع الرو تروح مع الرو؟ لا عشان في جمع. ما ينفعش جمع. غلطة شائعة تلاقي الطلبة تقول لك ايه الرو تروح مع الرو. لا الرو ما تروحش مع الرو، هو لو الترم ده كله لو بي 1 على رو زي بي 2 على رو في الحالة دي ينفع يروح ايه مع بعض، لكن ما ينفعش الرو تروح مع الرو. جي اتش دي بيسموه ايه بقى؟ جي اتش دي بيسموه ايه؟ قال لك دي بيسموه بوتنشال انرجي فور 1 كيلو جرام اوف فلويد. جاي منين الكلام ده؟ مين عارف هي البوتنشال انرجي طاقة الوضع ايه القانون بتاعها؟ البوتنشال انرجي ام جي اتش في، ده قانون البوتنشال انرجي ام جي اتش طاقة الوضع ام جي اتش جي اتش دي جي اتش بس لوحديها، يعني دي كانها بوتنشال انرجي بس مقسومة على الماس، صح ولا مش صح؟ فدي بيسموها البوتنشال انرجي فور 1 كيلو جرام اوف ايه اوف فلويد، او ساعات يسموها البوتنشال انرجي بير يونت كيلو جرام مثلا او ماس بير يونت ماس اللي هي يعني 1 كيلو جرام يعني. طيب مين النص في سكوير؟ مين النص في سكوير؟ انا عارف ان الكاينتيك انرجي ايه القانون بتاع الكاينتيك انرجي؟ ايه القانون بتاع الكاينتيك انرجي؟ ها ام في سكوير نص ام في سكوير. دي مش نص ام في سكوير، دي نص في سكوير بس، يعني كانك اخذت النص الكاينتيك انرجي اللي هي نص ام في سكوير وقسمتها على الايه؟ على الماس، فدي بيسموها الكاينتيك انرجي فور 1 كيلو جرام اوف ايه اوف فلويد. طب بص دي بيسموها الكاينتيك انرجي فور 1 كيلو جرام، ودي بيسموها البوتنشال انرجي 4 كيلو جرام. دي ملهاش معنى، ده الاسم ده ملوش معنى، بس هو مجرد ايه؟ بالمثل يعني. فدي بيسموها البريشر انرجي، مفيش حاجه اسمها بريشر انرجي بس ده مجرد ايه؟ تسميه وخلاص يعني. بريشر انرجي فور 1 كيلو جرام اوف ايه اوف فلويد. طبعا اليونت بتاعت الكلام ده جول بير كيلوغرام، اليونت بتاعت الحاجات دي كلها ايه؟ جول بير كيلوغرام. طيب بص تاني كده يا دكتور بعد اذنك، الحته بتاعت بريشر انرجي دي، البريشر انرجي دي مالهاش معنى، هي بس الفكره ايه؟ ان دي اسمها كاينتيك انرجي فور 1 كيلوغرام، ودي بيسموها ايه؟ بوتنشال انرجي فور 1 كيلوغرام. فدي بالمثل يعني، اللي انت المفروض لما بتجمع يبقى الكميات كلها زي بعضيها. طالما دي انرجي بالكيلوغرام ودي انرجي بالكيلوغرام يبقى كده ايه؟ انرجي بالكيلوغرام. طب دي هنسميه ايه؟ قال لك مش البي ده بريشر؟ قال لك خلاص يبقى هنسميه ايه؟ بريشر انرجي 4 1 كيلوغرام، بس هي مالهاش معنى، مفيش حاجه اسمها بريشر انرجي يعني، دي مجرد تسميه يعني، يعني ايه؟ بالمثل يعني. تمام واصل يا دكتور، شكرا. بص تعال ناخد مساله على الكلام دوت، وهتلاقي معظم الشغل بتاعك على الميه يعني، على اساس ان الميه مش لزجه، كما هو من برنولي ما بتطبقش على الايه؟ على السوائل اللزجه يعني. يعني لو لقيت في المساله فيسكوستي يبقى دي مش تبعنا، فيسكوستي اللي هو اللزوجه يعني، فدي مش تبعنا. بص المساله بتقول لك ايه؟ عندي ميه الكثافه بتاعتها ب 1000 ماشيه في انبوبه، الفلوريت بيقول لك ايه؟ الفلوريت ايه اللي هيحصل له؟ هيملى 120 ازازه في المينيت، هيملى 120 ازازه، هيملى 120 ازازه في المينيت، هو ده الفلوريت اللي هو الكيو يعني. قال لك هيملى 120 ازازه بير مينيت، كل ازازه الفوليوم بتاعها الحجم بتاعها 600 سنتيمتر كيوب. طب بشويش كده بشويش، هو هيملى كام ازازه؟ 120 ازازه، 120، والازازه الفوليوم بتاعها كام؟ 600. هيملى ال 120 ازازه دي في قد ايه؟ في مينيت. انا اقدر اجيب الكيو اللي هو الفوليوم فلو ريت، احنا قلنا ان الكيو عباره عن مين؟ الفوليوم على التايم. الكيو اللي هو الفوليوم فلو ريت عباره عن الفوليوم على التايم. طب الفوليوم هو هيملى قد ايه؟ هيملى 120 ازازه.
طب والإزازة الواحدة، الإزازة الواحدة الفوليوم بتاعها كام؟ 600. يبقى هاخد الكلام ده اضربه كام؟ في 600. بس اليونت بتاعتك سنتيمتر كيوب، انا بشتغل بالمتر كيوب، عشان احول من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب بضرب تايم 10 اوفر باور نيجاتيف كام؟ 6. بضرب في 10 وسالب كام؟ 6. او من سنتيمتر المتر، من سنتيمتر المتر 10 سالب 2، بس دي مش سنتيمتر، دي سنتيمتر مكعب. دكتور لو سمحت، في ناس مش عارفه تخش الميتنج. بالمناسبه بالمناسبه يعني كويس ان انا ايه، يا ريت يا ريت تبلغوا صوتي ده للطلبه، يعني يا ريت تبلغوا صوتي ده للطلبه. هو المشكله ان في طلبه كتيره مع رقم تليفوني، مفيش مشكله خالص، بس المشكله ان الطلبه بتستغل الرقم ده استغلال يعني ايه. اول هم انت المفروض ما يعني انت يعني انت تكلمني عادي مفيش مشكله، بس هي الفكره في ايه، ان انت ايه، لو كل طالب هيكلمني سؤال واحد فانت متخيل الكميه يعني، فاهم؟ فالمفروض التواصل ما بيني وما بينك عن طريق التيمز. امتى امتى تكلمني على التليفون في الحاجات اللي هي ايه، يعني حاجه طارئه بقى ومشكله كبيره وواقف خلاص يعني محتاجني ضروري ومش عارف تتواصل معايا، ساعتها ممكن ماشي تكلمني. لكن مثلا سؤال تم جبعته لي على الواتس دي بتضايقني شويه، وفي طلبه كتيره بتسال على الواتس، فدي بتعمل لي ازعاج شويه، فاهم؟ يعني حتى دلوقتي برضو الطلبه شغاله عمالين يكلموا، يعني انا بكلمكم على الموبايل يعني في تشتيت كده، الكمبيوتر شغال معاكم والموبايل شغال على الواتس ورنات وماسنجر كمان، يعني حتى الطلبه مش 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 تيمز بس ولا واتس بس، لا ده على كل وسائل التواصل الاجتماعي. هو بصراحه دكتور احنا بنتعامل مع حضرتك والله ايه، يعني والله بنحب نتعامل مع حضرتك حبيبي. انا ما عنديش، وانا ببقى مبسوط. انا خبالك، انا دايما بص هقول لك الحاجه، انا دايما بحط ربنا قدام عيني في كل حاجه. يعني ساعات مثلا كده اهوت طلبه تطلب حاجات وانا من جوايا ببقى مثلا مش عايز اعملها، بس بقول ايه لا، يعني حط يعني الواحد بيتعامل يعني بحاول بقدر المستطاع ان اجي على نفسي كتير عشان خاطر اريح الناس يعني. بس هي الفكره في ايه، ان في طلبه يعني مثلا انا كنت بقول لكم مثلا محدش يبعت لي رسائل صوتيه، اللي عنده سؤال يكتبه لي. طلبه كتيره بتبعت رسائل صوتيه والمشكله انا لما تسمع كل واحد، لو كل واحد مثلا بيتكلم 3 دقائق، هي الفكره ايه، لو انت بتتعامل مع 10 20 30 واحد مفيش مشكله، لكن انت بتتعامل معاك ومع جامعه العالمين ومع حاجات ثانيه فبيبقى في ضغط شويه. ويعني يعني انا اتحدى هو بص اتحدى واحد في الاجتماع دلوقتي، انا ما اعرفش مين اللي موجود، بس اتحدى واحد سالني سؤال وما ردتش عليه غير اللي ساله مثلا من شويه صغيرين، يعني اللي هو طبعا انا شغال في الاجتماع فما اكيد ما اعرفش ارد عليهم يعني. يعني اتحدى ان حد يكون ساله وما ردتش عليه يعني. طيب بص ربنا يجرحك ويسامحك، استنى حضرتك كده. المهم يا دكتور، هو المحاضره متسجله؟ والله انا مسجله، مش عارف هينفع تسجل ولا لا. ساعات بيحصل مشاكل بعد كده، ساعات بيحصل مشاكل بعد كده، ساعات يعني ساعات الكلام اللي بيتكتب ده ما بيظهرش فتلاقي مفيش اي حاجه واضحه. وانا بسجلها المهندس لو عايزينها. فالمهم الفوليوم فلوريت اقدر اجيبه لو عباره عن الفوليوم على التايم، هو هيعبي اتفقنا 120 ازازه، يبقى 120 الازازه الواحده الفوليوم بتاعها 600 سنتيمتر كيوب، يبقى هضرب تايم 10 اوفر باور نيجاتيف كام؟ 6 على التايم، وهيعبي ال 120 ازازه في قد ايه؟ في مينت. المينت اللي هي 60 ثانيه، يبقى 1 في 60. انا كده جبت الايه؟ الكيو، والوحده بتاعتي ايه؟ متر كيوب بر ايه؟ بر سكند. طيب بيقول لك ايه؟ الانبوبه ديت، لو سمحت يا دكتور بعد اذنك، لو سمحت انا حضرتك لسه الطلب بتاع دلوقتي ولسه داخل، ف مش عارف يعني امشي مع حضرتك في المسائل وكده. حاول تفهم على قد ما تقدر يعني، حاول ما تخليش في جد يعني. طب ماشي بص بقى، بيقول لك الانبوبه ديت الاكزيت بتاعها الخروج بتاعها البريشر بتاعه ده، لك يبقى اداك البريشر بتاع الخروج، البريشر بتاع الخروج اللي هو البريشر اللي هو السائل وهو خارج بيه، قال لك 152 كيلو باسكال، والكروس سكشن اريا بتاع المخرج 2 سنتيمتر.
والبايب قلت لو الدخول يعني موجود على ارتفاع كام بقى 1.85 متر above the exit، يعني الدخول اعلى من الخروج، الدخول اعلى من الخروج ب 1.85 متر، والكروس سكشن بتاع الدخول 8 سنتيمتر سكوير. طلب منك الماس فلوريت، وطلب منك سرعه الخروج exit speed، وعايز الانلت ايه بريشر اللي هو سرعه البريشر بتاع الايه الدخول، عايز التغير في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم، عايز التغير في الانرجي بير يونت فوليوم. طيب بشويش تعال نرسم المساله ديت عشان الناس اللي لسه داخله متاخر معايا. دكتور ممكن تخلي لي فاتح المايك اقفله بس؟ في حد فتح مايك مش عارفين نسمع منه يا دكتور. هقفل منه، هقفل هقفل الصوت عند الناس كلها. بص المسألة بتاعتنا عشان الناس اللي لسه داخلة متأخر، دي المعطيات بتاعتنا، دي المعطيات عندي الأنبوبة بالمنظر ده، دي الأنبوبة بتاعتنا، قال لك الدخول، الدخول أعلى من الخروج ب 1.35 متر، الدخول، الدخول أعلى من الخروج بواحد وخمسة وتمانين مية متر، يبقى المسافة ديت بواحد وخمسة وتمانين مية متر، واداك الكروس سكشن اريا بتاع الدخول اللي هو هسميه A1 بتمانية سنتيمتر سكوير، واداك البريشر بتاع الخروج اللي هو B2 بمية اتنين وخمسين كيلو باسكال، واداك الكروس سكشن اريا بتاع الخروج اللي هو A2 باتنين سنتيمتر سكوير، واداك الدنستي اللي هي الكثافة بتاع المية بألف، وعرفنا نجيب الفوليوم فلوريت اللي هو الكيو عبارة عن الرقم ده. طلب منك الآتي الماس فلوريت، عايز أجيب أول مطلوب الماس فلوريت. طيب الماس فلوريت هو ما قالش عايز أجيب الماس فلوريت عند المقطع الأولاني ولا عايز أجيب الماس فلوريت عند المقطع التاني، هو ما قالش. إحنا عارفين إن الماس فلوريت الكون بتاعها رو اي في، رو اي في ده الماس فلوريت، بس هو ما قالكش انا عايز الماس فلوريت في المقطع الاولاني ولا في المقطع الايه الثاني. ما احنا عارفين ان الماس فلوريت ثابت، الماس فلوريت ثابت سواء في المقطع الاولاني او في المقطع الثاني، ما احنا عارفين ان رو 1 اي 1 في 1 ايكوال منها رو 2 اي 2 في 2، وعارفين كمان ان اي 1 في 1 ايكوال منها اي 2 في 2، صعب الكلام ده؟ فانا عارف ان الماس فلوريت والفوليوم فلوريت في حاله السوائل، الماس فلوريت والفوليوم فلوريت ثابت، فلما اطلب منك في الامتحان الماس فلوريت، لما اطلب منك في الامتحان الماس فلوريت، فانت يا اما تجيبه عند المقطع الاولاني يا اما تجيبه عند المقطع الثاني، يا تجيبه من هنا يا تجيبه من هنا. طب ازاي اجيب الماس فلوريت؟ الماس فلوريت الكون بتاعه عباره منها رو اي في. طب انا عندي ال في 1، ما عندكش الفي 1، طب عندك الاي 1، عندي الاي 1 والرو عندي، طب بس انت عندك الكيو، مش كيو عندك انا مش عندك الكيو عندك، طب ما انا عارف ان الكيو دي عباره عن مين كيو؟ الاي في الفي، صح ولا مش صح؟ مش احنا قلنا في الاول الفوليوم فلو ريت يجاب بطريقتين، يا اما تقول الفوليوم على التايم وفهمنا يعني ايه فوليوم على التايم، يا اما تقول الاريا في الفلوستي، فانت تقول ان الماس فلو ريت اللي هو رو اي في اللي هو عباره عن رو اي في، اقدر اشيل الاي في الفي، الاي في الفي اللي هي الاريا في الفلوستي، وحط بدل مين الكيو، فيطلع منها رو في الكيو، الرو عندي ب 1000 والكيو انت اوريدي ايه جايبها، فمن هنا اقدر اجيب مين الماس فلوريت، يبقى كده اول مطلوب ما فيهوش اي مشكله، هتضرب الرو في الكيو انا كده جبت الماس فلوريت. طب ايه المطلوب الثاني؟ المطلوب الثاني عايز اجيب السرعه عند المقطع الثاني، عايز اجيب السرعه عند المقطع الثاني، عايز اجيب سرعه الخروج، سرعه الخروج. طب ما انت كيو اوريدي جبتها، الكيو اوريدي جبتها، الكيو عندك خلاص دي كيو، وانا عارف ان الكيو عباره منها A1 V1 وهي برضو منها A2 V2، فانت لما يكون الكيو عندك
والاريا 2 اي 2 عندي اقدر اجيب مين الفيلوسيتي الجديده اللي الفيلوسيتي اللي بيخرج بيها ان الفي 2 عباره عن الكيو على الاي 2 فبتاخد الكيو اللي هو الفوليوم فلو ريت اقسمه على الاي 2 اقدر اجيب الفي 2 وبنفس الطريقه اقدر اجيب مين الفي 1 اقدر اجيب مين الفي 1 ازاي اجيب الفي 1 ما انا عارف ان الكيو برده بتساوي هنا اي 1 في 1 فالفي 1 في 1 الفي 1 عباره عن مين الفي 1 الفي 1 عباره عن هنا الكيو على الاي 1 والكيو عندي والاي 1 عندي اقدر اجيب مين الفي 1 يبقى انت بالنسبه للفلوس بتاعه الدخول والفلوس بتاعه الخروج ما فهمش مشكله طب ايه المطلوب اللي بعد كده عايز اجيب البي 1 خد قاعده لما يطلب منك بريشر غالبا بستخدم معادله برنولي لما يقول لك هات لي بريشر استخدم معادله ايه برنولي طب معادله برنولي بتقول ايه معادله برنولي بتقول لك ان بي 1 على رو زائد جي اتش 1 زائد نص بي 1 سكوير ايكوال من بي 2 على رو زائد جي اتش 2 زائد نص في 2 سكوير طبعا انت هتاخد الريفرنس بتاعك هنا تاخد الريفرنس بتاعك هنا عشان لما تاخد الريفرنس بتاعك هنا هتبقى اتش 2 بكام زي ما قلنا في الاول اتش 2 هتبقى كام اتش 2 هتبقى بزيرو خلاص و اتش 1 هو الارتفاع ده اتش 1 هو الارتفاع ده اللي هو 1.35 وما تنساش تضربها في جي اللي ب 9.8 البي 2 مديها لك البي 2 عندك والفي 1 والفي 2 خلاص انا اوريدي جبتهم من المطالب اللي فاتت والرو مديها لك اقدر اجيب مين البي 1 صعب الكلام ده؟ طيب ايه اخر مطلوب؟ اخر مطلوب عايز اجيب التشينج في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم طب لو سمحت ايه هي البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم الاول انا عايز اجيب التشينج في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم يعني ايه يعني جاب لي البوتنشال انرجي هنا بير يونت فوليوم بكام وجاب لي البوتنشال انرجي هنا بير يونت فوليوم بكام وطرحهم من بعض هو ده التشينج في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم انا عايزك تجيب لي التشينج عايزك تجيب لي التشينج في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم طب لو سمحت ازاي هجيبه بص طب اولا ايه هو البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم طب هي البوتنشال انرجي البوتنشال انرجي ايه القانون بتاعها ام جي اتش ده قانون البوتنشال انرجي ام جي اتش ام جي اتش طيب البوتنشال انرجي البوتنشال انرجي ايه الكون بتاعها ام جي اتش ده البوتنشال انرجي طب البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم يبقى هتقسم على الكلام ده على الايه على الفوليوم هتقسم الكلام ده على الفوليوم طب الماس على الفوليوم الماس على الفوليوم اللي هي مين الماس على الفوليوم الماس على الفوليوم اللي هو الرو اللي هي الدنسيتي يبقى البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم اللي عباره عن رو جي اتش فهتجيب البوتنشال انرجي هنا بير يونت فوليوم اللي هو رو جي اتش اللي هنا وتجيب البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم اللي هو رو جي اتش هنا واطرحهم من بعض طيب رو جي اتش يبقى البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم عند المقطع الاولاني هو رو جي اتش 1 والبوتنشال انرجي بير يونت فوليوم عند المقطع الثاني هو عباره عن رو جي اتش 2 اتش 1 واتش 2 عندك هتروحهم منين من بعض طبعا اتش 2 هتبقى بكام اتش 2 بزيرو هتروحهم من بعض انا كده جبت الايه التشينج بير يونت فوليوم التشينج في البوتنشال انرجي بير يونت فوليوم صعب الكلام ده لغايه دلوقتي عشان الناس اللي جت متاخر كل الكلام ده كل الكلام دوت يعني اي كلام ايه يعني ايه تقصد بايه كلام يعني مش محتاج شرح ده هو عباره عن معادلات بعوض فيها مش محتاج شرح هو ويعني لا انا لو انا متحكم لوحدي في الامتحان مش هجيب ولا حاجه من دي في الامتحانات ده لو لوحدي بس انا مش لوحدي انا معايا ثلاث دكاتره تانيين على اساس هي كلام فارغ يعني كلها تعويض مباشر يعني يعني اديك الاي والفي واقول لك هات لي الكيو فتقول لي الكيو الاي في الفي اديك الكيو واديك الرو اقول لك هات لي الماس فلو ريت فتاخد الكيو تضربها في الرو تجيب الماس فلو ريت يعني كلها تعويض مباشر الامتحان غالبا الامتحان غالبا لما هجيبه لك يعني بنسبه 99% هم بيحبوا يركزوا على الفنتوري والانبوبه
الخزان، الخزان اللي فيه فتحة في الجنب دي، دول أكتر حاجتين بيحب يجيبهم في الامتحان. طيب تعال ناخد نفهم جهاز منشوري الأول، بعد كده نشوف إزاي ممكن يجي في الامتحان. هو أساساً الجهاز دوت، الجهاز ده معمول علشان أستخدمه عشان بيعمل إيه؟ بيقيس الفلوستي. يعني إيه بيقيس الفلوستي؟ لو أنا عندي أنبوبة بالمنظر ده وماشي فيها سائل، وجيت قلت لك هات لي الـ V1 أو هات لي الـ V2، هات لي سرعة السائل عند المقطع الأولاني أو هات لي سرعة السائل عند المقطع الثاني، هات لي الـ V1 أو هات لي الـ V2. يبقى المطلوب مني في المسألة أو مطلوب منك في الواقع كمهندس، يعني يقول لك لو سمعت يا باشمهندس، مطلوب منك تجيب لي سرعة السائل اللي موجود جوه الأنبوبة دي، إزاي بنحددها؟ فكل ده بتعمله بتستخدم المعلومات اللي أنت عارفها. عشان الناس اللي جات متأخر تركز بقى معايا، ركز بقى الناس، هدخل دول بس الأول. بسرعة عشان الناس اللي دخلت متأخر، وعلشان الناس اللي مكانتش مجمعة معايا في الأول، احنا شرحنا شوية حاجات اللي انا شرحته مش مشكلة، تقدر تذاكر لوحده. خلاصة اللي احنا شرحناه، اهم حاجة في اللي احنا شرحناه الآتي، عشان الناس اللي كانت دخلت متأخر تتابع معايا، اهم حاجة في اللي احنا شرحناه الآتي: الشابتر كله بتاع الفلويد هو معادلتين فقط لا غير. المعادله الاولانيه بيسموها الكونتينيوتي ايكويشن، والمعادله الثانيه بيسموها البرنولي ايكويشن. المعادله بتاعت كونتينيوتي ايكويشن انا هشتغل على السوائل. معادله كونتينيوتي ايكويشن بتقول لك لو انا عندي انبوبه بالمنظر ده وعندي سائل داخل من هنا خارج من الناحيه الثانيه، فالمعادله بتقول لك ان A1 V1 ايكوال من A2 V2، حيث الـ A1 هو الكروس سكشن اريا بتاعت المقطع الاولاني، والـ V1 هي سرعه السائل عند المقطع الاولاني، نفس الكلام بس عند المقطع الايه الثاني. والـ A في الـ V ساعات بيسموها الـ Q اللي هو الفوليوم فلو ريت، اللي هو الـ A في الـ V، وساعات بيسموها الـ V كابيتال على T، وشرحنا يعني ايه V كابيتال على T. بس انا يهمني دلوقتي اللي هي الاريا في الفيلوستي، واتفقنا ان Q تجيبها عند المقطع الاولاني او تجيبها عند المقطع الثاني مش هتفرق. ليه مش هتفرق؟ عشان عارفين ان الـ A1 V1 هي نفسها مين؟ الاريا هنا في الفلوستي هنا A2 V2، والفوليوم فلوريت اللي هو Q عبر عن الـ A في الـ V، فتجيب عند المقطع الأولاني أو المقطع الثاني ما فيهوش مشكلة. صعب الكلام ده؟ دي المعادلة الأولى اللي هي معادلة بيسموها الـ Continuity Equation. المعادلة الثانية بيسموها برنولي Equation، وقلنا إن المعادلة بتاعت برنولي Equation بتقول لك إن B1 على رو زائد GH1 زائد نص V1 سكوير بيساوي نفس الكلام بس عند المقطع رقم كام؟ 2. وقلنا الـ B1 ده الـ Pressure عند المقطع رقم 1، والاتش ارتفاع المقطع رقم 1 عن الريفرنس، وقلنا الريفرنس ده خط افقي باخده في اي حته، وشرحناه باخده فين يعني. والفي 1 هي سرعه السائل عند المقطع رقم 1، نفس الكلام بس عند المقطع رقم كام؟ 2. ده اللي ده اهم حاجه في اللي شرحت اللي فات ده كله، تمام؟ طيب بستخدم الكلام ده فين؟ في الامتحان اغلب حاجه بجيبها اللي هو الفينشوري ميتر والخزان. طب بعمل ايه في اول واحد؟ الفينشوري ميتر ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت مهندس كده، قلت لك لو سمعت يا باشمهندس انا شغال في شركه ميه وعندي انبوبه بالمنظر ده، وقلت لك هات لي سرعه السائل في المقطع الاولاني او في المقطع الثاني، مطلوب منك تجيب لي في 1 او في 2. فبتستخدم المعلومات اللي عندك. ايه المعادلات اللي عندك؟ انت عندك كم معادله؟ معادلتين، اللي هي معادله برنولي ومعادله الكونتينيوتي ايكويشن. فالمطلوب منك انت فاهم ايه اللي انا عايز اعمله؟ عايز اجيب في 1 او اجيب ايه؟ في 2، يعني سرعه عند المقطع رقم 1 او سرعه عند المقطع رقم 2. فبعمل ايه؟ اول خطوه بعملها هستخدم المعادله الاولى اللي هي البرنولي ايكويشن. ايه المعادله بتقول لك ايه؟ ان بي 1 على رو زائد جي اتش 1 زائد نص في 1 سكوير بيساوي بي 2 على رو زائد جي اتش 2 زائد نص في 2 سكوير. طيب بشويش بقى، طالما الانبوبه دي افقيه، الانبوبه دي افقيه، فهتلاقي ان اتش 1 واتش 2 قد بعض. ليه؟ ما احنا اتفقنا عشان الناس اللي دخلت متاخر ان الاتش 1 والاتش 2 الارتفاع الانابيب ديت المقاطع عن الريفرنس، وقلنا الريفرنس ده باخده في اي مكان. لو اخدت خط افقي في اي مكان هنا اهوت، هقيس من النص بتاع الانبوبه، من النص بتاع الانبوبه لغايه الريفرنس هو ده اتش 1، وهقيس من النص بتاع الانبوبه لغايه الريفرنس ده اتش 2. وطالما الانبوبه دي افقيه، طالما الانبوبه دي افقيه افقيه، فهتلاقي ان اتش 1 قد ايه؟ اتش 2، فيروحوا مع بعض. وهتقول لي لو سمحت انا ليه ما خدتش ريفرنس هنا؟ صح،
ممكن تاخد ريفرنس هنا. لو انت خدت ريفرنس هنا هتبقى اتش 1 بكام؟ بزيرو، واتش 2 كمان بكام؟ بزيرو، برضو روحوا ايه مع بعض. صعب الكلام ده؟ يبقى اول خطوه المطلوب مني عايز اجيب الفي 1 او اجيب الفي 2، فبطبق البرنولي ايكويشن كتبتها ولقينا ان اتش 1 بتروح مع اتش 2، فتفضل لي ان بي 1 على رو زائد نص في 1 سكوير ايكوال بي 2 على رو زائد نص في 2 سكوير. طب سؤال، مين اكبر في 1 ولا في 2؟ اكيد في 2 اكبر. ليه؟ ما لو انت عندك خرطوم وقللت الاريا، لما تقلل الاريا اكيد السرعه كمان مالها هتزيد، فواضح ان في 2 اكبر من في 1. طالما الفي 2 اكبر من في 1 فهودي الصغير للكبير، يعني هودي في 1 الناحيه دي وهودي البي 2 الناحيه دي، بودي الصغير للكبير فهودي الفي 1 الناحيه دي وهودي البي 2 الناحيه دي، فتبقى المعادله عندك منها بي 1 على رو ها ماينس ماينس ها بي 2 على رو ايكوال هتساوي منها نص في 2 سكوير ها ماينس ها نص في 1 سكوير. تعال نشوف ازاي كتبتها، فهتلاقي المعادله بالمنظر ده، هودي الفي 1 الناحيه دي وادي البي 2 الناحيه دي، فهتطلع لك المعادله بالمنظر ده، بي 1 على رو بي 1 على رو ماينس بي 2 على رو ايكوال ها منها نص في 2 سكوير ماينس نص في 1 سكوير. طب ركز بقى معايا في الكلام، طيب دي اقدر اكتبها كده بي 1 ماينس بي 2 على رو، وهاخد هنا نص كومن فاكتور عامل مشترك، فلما تاخد نص كومن فاكتور هتفضل لك منها في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير، اضرب في 2 هيبقى عندك في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير اللي هي دي، في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير ايكوال ها 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو. دي المعادله ديت. بص بقى المعادله دي فيها مجهولين، مين المجهول هو في 1 وفي 2؟ طب لو سمحت مين ده؟ بي 1 ماينس بي 2. مين بي 1 ماينس بي 2؟ بي 1 ماينس بي 2 ده البريشر ديفرنس ما بين النقطتين دول، بي 1 ماينس بي 2 ده البريشر ديفرنس ما بين النقطتين دول، بي 1 ماينس بي 2 ده البريشر ديفرنس ما بين النقطتين دول. طب دول بيبقى معطى. بص ركز بقى معايا انت، انا دلوقتي بشتغل كانك ايه مهندس في ارض الواقع، في جهاز كده اسمه مانومتر، المانومتر ده بيتركب ان هوت بيقدر يجيب لك البريشر ديفرنس، في جهاز كده في الشركه بتركبه يقدر يجيب لك البريشر ديفرنس. يبقى انت كراجل مهندس البي 1 ماينس بي 2 ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لك، بي 1 ماينس بي 2 ما فيهوش اي مشكله خالص، يبقى ده الترم ده بيبقى ايه تقدر تحسبه عادي تقدر تقيسه عادي. ورو دي كثافه الميه اللي هي السائل اللي ماشي ب 1000 ما فيهاش مشكله، لكن المشكله كلها عندك في مين؟ في في 1 وفي 2. ازاي اجيب الفي 1؟ ازاي اجيب الفي 1 اللي هنا او الفي 2 اللي هنا؟ هو ده اللي انا عايز اجيبه، يا اجيب الفي 1 يا اجيب الفي 2. طيب هتلاحظ ان المعادله ديت فيها مجهولين، مين مجهولين؟ هم في 1 وفي 2. عشان تحلها محتاج معادله ثانيه. طب ما الشابتر كله، الشابتر كله على بعضه معادلتين، انا استخدمت البرنولي، استخدمت معادله برنولي خلاص استخدمتها، ومحتاج معادله ثانيه، فكده هستخدم انهي معادله؟ اكيد هستخدم هنا الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي بتقول لك ايه بقى، ان اي 1 ها في 1 بيساوي هنا اي 2 في 2. هتيجي في المعادله دي، في المعادله دي يا تجيب في 1 بدلاله في 2 يا تجيب في 2 بدلاله في 1 براحتك، يا تجيب في 1 بدلاله في 2 يا اما تجيب في 2 بدلاله في 1، وليكن تعالى نجيب الفي 2 بدلاله الفي 1، فهتلاقي ان الفي 2 بيساوي هنا بيساوي الفي 2 هيساوي هنا اي 1 في 1 على اي 2، يبقى الفي 2 عباره عن اي 1 في 1 على اي 2. هتاخد الفي 2 دي تعوض بيها في المعادله الاولانيه دي، هتعوض بيها هنا، يعني هتشيل الفي 2 من هنا، هتشيل الفي 2 من هنا وتحط قيمتها. فلما تيجي تحط قيمتها، هتيجي تحط قيمتها اللي هي عباره عن اي 1 في 1 على اي 2، هشيل الفي 2، شلت الفي 2 اهي، شلت الفي 2 بس دي ما كانتش في 2 كانت في 2 سكوير، فهشيل الفي 2 اللي هي هحط بدلها منها اي 1 في 1 على اي 2، اي 1 في 1 على اي 2 الكل سكوير ماينس في 1 سكوير بيساوي 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو. المعادله ديت، المعادله دي عايز حد مركز معايا، المعادله ديت جت منين؟ المعادله ديت ها المعادله دي جت منين؟
والدكتور طلع. يعني هو اللايف شغال ولا ايه؟ لا مش شغال. هو شغال بس الدكتور لسه طيب شغال هيدخل بعد شويه، استنى شويه لحد ما يطلع. بس هيدخل تاني، هيدخل تاني. طب بتلاقي هو الدكتور يعني ايه اللي حصل يعني؟ مش يطلع. طب ايه اللي حصل يعني؟ مش هو فصل ولا حاجه؟ لا واحد يتكلم. فصل. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ ايوه معاك. حد عنده سؤال؟ خلاص يعني بنظام وتر لا جنب التلفزيون في المايك يا شباب. نفسي اعرف هو بيسمع شرح ازاي وفتح الفيديو احلى شويه. هو بيرد في نفس الوقت خشنه، لما تحط الحله ما تتحركش، تحط لما ارز طاسه الزيت ما تجيش تطلع البطاطس، تيجي تطلع البطاطس ما تلاقيش الطاسه بتجري. ايه اللي خش؟ لا ما لا لما ارز الطاسه اصلا ما تتغير. الحمالات بص ثواني كده هطلع بس وهخش تاني عشان خاطر البي دي اف معلق مش عايز يفتح. هو مشكله المايكروسوفت تيمز بيعلق شويه. الشاشة ظهر قدامه كده تمام. تمام يا دكتور. ثاني بس عشان الناس بس ممكن تكون فصلت معايا، احنا قلنا ده اهم حاجة. هما الشابتر كله عبارة عن معادلتين الكونتينيوتي وكيشن برنيلي كوشن، يهمني تطبيقين فقط مهمين. اول تطبيق هو الفنشوريميتر، ده عبارة عن أنبوبة بالمنظر ده، والمطلوب منك تجيب لي الفيوان أو الفيتو. فقلنا عشان نجيب الفيوان أو الفيتو فبنعمل إيه؟ أول حاجة طبقنا برنولي إيكويشن. فلما طبقنا برنولي إيكويشن وصلنا في الآخر خالص للمعادلة دي، إن فيتو سكوير ماينس فيوان سكوير بيساوي 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو. قلنا البي 1 ماينس بي 2 لو البريشر ديفرنس ما بين المقطع الأولاني والمقطع التاني مفيش مشكلة. في جهاز في الشركة كده اسمه مانومتر، الجهاز المانومتر دوت بيقيس لك البريشر ديفرنس ما فيهوش مشكله خالص. ورودي كثافه السائل دنسيتي بتاعت السائل عندك ما فيهاش مشكله بألف. الترم ده كله ما فيهوش مشكله خالص، بتقدر تقيسه في الايه في الحقيقه. لكن المشكله كلها ازاي تجيب في 1 والبي 2. فانا كده عندي دي يعتبر دي معادله، المعادله دي فيها مجهولين هم البي 1 والبي 2. عشان تحلهم محتاج معادله ايه ثانيه،
وهو الشابتر كله عباره عن معادلتين استخدمنا منهم واحده فاضل الثانيه كونتينيتي ايكويشن. اقول ان الاي 1 في 1 بيساوي مين؟ الاي 1 في 1 بيساوي هنا اي 2 في 2. هجيب واحده بداله الثانيه اجيب في 1 بدلاله في 2 يا اما اجيب في 2 بدلاله في 1 براحتك. وليكن مثلا اجيب الفي 2. طب الفي 2 من المعادله دي هتساوي مين؟ الفي 2 هتساوي اي 1 في 1 اي 1 في 1 على اي 2. بعد ما جبت الفي 2 هاخد المعادله ديت بقى اعوض بيها هنا. يعني هتعوض هنا اهو. هتعوض هنا. هتشيل الفي 2 من هنا، هتشيل الفي 2 من هنا وتحط قيمتها. بس ما تنساش دي في 2 مش في 2، دي في 2 ايه؟ سكوير. فهتيجي في المعادله ديت تشيل الفي 2 وتحط بدل منها اي 1 في 1 على اي 2 بس الكل سكوير. ماينس في 1 سكوير بيساوي 2 في 1 ماينس في 2 على رو. المعادله دي جت منين؟ جت من المعادله الاولى بس لما شلت الفي 2، لما شلت الفي 2 حطيت قيمتها. طيب هاخد الاي 1 على اي 2 اخليها كلها على بعضها كده سكوير اي 1 على اي 2 الكل سكوير. وهنا في 1 سكوير ماينس في 1 سكوير بيساوي 2 في 1 ماينس في 2 على رو. خد من هنا الفي 1 سكوير عامل ايه؟ مشترك. خدوا كومن فاكتور عامل مشترك. فيبقى عندك في 1 سكوير هيتفضل لك مين بقى؟ اي 1 على اي 2 الكل سكوير ماينس 1 بيساوي 2 في 1 ماينس في 2 على رو. هات الترم ده كله، هات الترم ده كله جنب الرو تحت، هات الترم ده كله جنب الرو تحت. يبقى عندك الفي 1 سكوير بيساوي مين؟ هتلاقي ان الفي 1 سكوير بيساوي هنا 2 في 1 ماينس في 2 على رو. وجبت الترم ده جنب الرو اللي هو اي 1 على اي 2 الكل سكوير ماينس 1. عايز اجيب الفي 1 اخد الروت اخد الجذر، فيطلع ان الفي 1 عباره عن الجذر بتاع 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو في 1 على اي 2 الكل سكوير ماينس 1. المعادله دي بقى انت حاجه من الاثنين حر، يا تطفي دماغك يا تطفي دماغك وتنسى كل اللي فات ده، كل اللي فات ده تنساه وتطفي دماغك وتحفظ المعادله دي، يا اما تتعلم ازاي انا استنتجتها وتيجي في الامتحان، تيجي في الامتحان تقوم جاي ايه عاملها على السريع كده لغايه تطلع المعادله دي، او تطفي دماغك وتحفظها. او في حل ثالث اللي انت تكتب المعادلتين، انهي معادلتين؟ تكتب معادله برنولي ايكويشن وتكتب الكونتينيوتي ايكويشن وتعوض بالارقام اللي واحده لك في الامتحان وتحلهم مع بعض وتطلع في 1 بكام والفي 2 بكام. احسن طريقه، احسن طريقه ودي اللي بنصحها لمعظم الطلبه اللي تحفظ المعادله الاخيره دي عشان تنجز في الامتحان، ان الفي 1 عباره عن الروت بتاع 2 بي 1 بس تبقى فاهمها عشان لو عملت لك في الامتحان اي حاجه تكون فاهم جت منين. المهم بس عشان تبقى سريع في الامتحان وتنجز، ان الفي 1 عباره عن الروت بتاع 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو في 1 على اي 2 الكل سكوير ماينس 1. طيب لو انا عايز بقى اجيب الكيو اللي هو الفوليوم فلو ريت، الكيو عباره عن الاي 1 في الفي 1. طب لو قلت لك هات لي الفي 2، مش عايز الفي 1 عايز الفي 2. طب ما انا عارف ان الكيو اللي هي اي 1 في 1 برضه بسميها اي 2 في 2، يعني عارف ان الاي 1 في 1 بسميها اي 2 في 2. يبقى الفي 2 عباره عن مين؟ في 2 عباره عن A1 V1 على A2. اوريدي الفي 1 خلاص جبتها، هتضربها في A1 وتقسمها على A2 عشان تجيب الفي 2. يعني اي يعني انت لو المعادله دي حافظها تعرف تجيب الكيو، تعرف تجيب الفي 2، تعرف تجيب اي حاجه. صعب الكلام ده؟ طب يبقى للسرعه بتاعه السائل عند المقطع الاولاني اللي هو المقطع الواسع، عند المقطع الواسع عباره عن الجذر بتاع 2 V1 ماينس B2 على روف A1 على A2 الكل سكوير ماينس 1. اللعبه تتوقع ان انا عايز العب لك فيها اجيب لك افكار. اكيد الرو ديت ما فيهاش حبه، ما فيهاش افكار خالص. الرو تبقى كثافه الميه غالبا ب 1000، والاي 1 والاي 2 برده ما فيهمش مشكله. اللعب كله بقى في البريشر ديفرنس لو بي 1 ماينس بي 2. بص بقى البريشر ديفرنس لو بي 1 ماينس بي 2، خلي بالك البي 1 ده البريشر عند المقطع الواسع والبي 2 ده البريشر عند المقطع الايه الضيق. فالبريشر ديفرنس بي 1 ماينس بي 2 بيجي بطريقتين. اول طريقه، اول طريقه تبقى بالمنظر ده، اللي انا يكون عندي الانبوبه بالمنظر ده ماشي كده وافتح لك هنا ايه، افتح لك طرفين كده، فهتلاقي الضغط عند البيون اكبر من بي 2 فالسائل هيطلع هنا وهيطلع هنا. بس هيطلع هنا، السائل هيطلع هنا اعلى من هنا. ليه هيطلع هنا اعلى من هنا؟ هيطلع هنا اعلى من هنا عشان البريشر عند واحد اكبر من البريشر عند اثنين. طب بيون ماينس بي 2 اجيبه ازاي؟ خلي بالك من حاجه، السائل اللي ماشي هنا، السائل اللي ماشي هنا هو اللي ماشي في الانابيب ديت، هو نفسه. يعني حتى بص كاتب لك هنا الدنيس هنا اسمه رو، والدنيس هنا برضو اسمها رو، كثافه هنا رو، كثافه هنا رو، عشان نفس السائل هو اللي طلع هنا وطلع هنا. البي 1 ماينس بي 2 هتقول رو جي اتش، رو جي اتش. طب الكلام ده جه منين؟ ده الاثبات بتاعه، انا ما يهمنيش الاثبات. عايز تبص عليه بص عليه، مش عايز تبص عليه خلاص مش مشكله. انا تبقى البي 1 ماينس بي 2 عباره عن رو جي اتش، بس مين الرو؟ ده كثافه السائل اللي ماشي هنا اللي هو برضو ماشي هنا، والجي اللي هي 9.8، والاتش اللي هو فرق الارتفاع دي، فرق الارتفاع من هنا لهنا اللي هو المسافة من أول هنا لغاية هنا، الفرق اللي ارتفعت. إيه طب جه منين الكلام ده؟ هو ده الإثبات بتاعه، اقراه ما فيهوش مشكلة.
طب اللي مركز معايا، يعني قلنا ان البي 1 ماينس بي 2 بتجبر كام طريقه؟ طريقتين. دي الطريقه الاولى. طب ايه الطريقه الثانيه بقى؟ الطريقه الثانيه انا اجيب لك مانومتر، والمانومتر ده عباره عن انبوب على حرف يو. المانومتر ده عباره عن انبوب على حرف يو، فيها سائل زي ما انت شايف الدنسيتي بتاعته الكثافه بتاعته مختلفه عن الكثافه اللي هنا، فهتلاقي الكثافه بتاعته اسمها ايه؟ روديش. زمان 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 كنت ساعات اجيب لك ايه؟ اجيب لك الانبوبه ديت، الانبوبه ديت اللي هي على حرف يو اللي هي المانومتر ده، فيها سائل كثافته ساعات بتبقى اكبر من ده، يعني الرو داش ساعات بتبقى اكبر من الرو وساعات بتبقى اقل. هتفرق في ايه؟ بص بقى، لو السائل ده كثافته اكبر يبقى احط الانبوبه من تحت، يعني لو الرو داش، لو الرو داش اكبر من الرو احط الانبوبه من تحت. ليه؟ عشان عندنا قاعده فيزيائيه بتقول لو انا عندي سائلين حطيتهم على بعض، فبتلاقي السائل اللي الدنسيتي بتاعته الكثافه بتاعته اكبر تحت، والسائل اللي كثافته اقل الدنسيتي بتاعته اقل بيطلع فين؟ فوق. يعني لو حطيت ميه على زيت، هل بتلاقي الميه والزيت بيختلطوا مع بعض؟ لا، بتلاقي الميه تحت والزيت فين؟ فوق. ليه؟ عشان الكثافه بتاعت الزيت اقل. نفس الكلام انا على ما احط انبوبه على حرف يو، السائل موجود هنا، السائل موجود هنا، الكثافه بتاعته هسميها رو داش، وبلاقي ان الرو داش دي مختلفه عن الرو. ساعات الرو داش دي تبقى اكبر من رو وساعات تكون اصغر. لو رو داش اكبر من رو احط الانبوبه من تحت. طب لو اصغر، انا ما شفتهاش في الكتاب العملي الايام ديت، كان زمان بنجيبها. لو اصغر يوم جاي حاطط لك الانبوبه منين؟ حاطط لك الانبوبه من فوق كده، حاطط لك من فوق كده، وتبقى ايه؟ الرو داش هنا. ده لو الروداش كثافتها ايه؟ اقل. بس هم بطلوا يجيبوا الحاجات دي، يعني مش شايفها في الكتاب، يعني تعرفها للعلم بالشيء يعني. خلاص الكلام، المانومتر ده عباره عن انبوبه على حرف يو، في سائل الدنسيتي بتاعته كثافته مختلفه عن كثافه السائل ده اللي هو الروم. طب بص بقى ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي السائل ده بيخش يضغط هنا ويضغط هنا، واحنا متفقين ان بي 1 بي 1 اكبر من مين؟ من بي 2، بدليل ان انت وايل مين؟ بي 1 ماينس بي 2. فهتلاقي السائل بعد اذنك ممكن تجيب المايك عشان في ناس بتخاف. هتلاقي ان البي 1 احنا كاتبين بي 1 يعني البريشر هنا اكبر، فهتلاقي السائل بيضغط هنا يضغط، يتلاقي السائل الاحمر اللي هو الرو داش يضغط من هنا ينزل من هنا يطلع من الناحيه الثانيه. فهتلاقي المانومتر ديت قبل ما اركبها، قبل ما اركب الانبوبه، يعني قبل ما تركب المانومتر، هتلاقي المانومتر ده في البدايه السائل كده متساويين، الارتفاعات متساويه. اول ما ركبها، اول ما ركبها الاقي ضغط هنا وطلع من الناحيه الثانيه، الاقيه نزل كده وطلع بالمنظر ده، الاقيه طلع بالمنظر ده. هتلاقي في فرق في الارتفاعات بتاع سائل المانومتر، هسمي الفرق ده اتش. طب ازاي اجيب البي 1 ماينس بي 2؟ انا اكتب لك قانون ان جنرال عامه، يعني انا عندي هنا في المساله ده، في المثال ده في كام دنستي، في كام كثافه، في كثافتين، الكثافه بتاعت السائل اللي ماشي في الانبوبه الاساسيه اللي هو الرو، والكثافه اللي موجوده في الانبوبه بتاعت المانومتر اللي هي رو داش. فالبي 1 ماينس بي 2 عباره عن الرو الاكبر ماينس الرو الاصغر. يعني في المثال ده، في المثال اللي انا رسمه، مين اكبر؟ اكيد الرو داش اكبر عشان هي تحت، يبقى الرو الاكبر هي الرو داش ماينس الرو في جي اتش، حيث اتش هي فرق ارتفاعات المانومتر. ايه الفرق بين اتش دي واتش اللي كانت موجوده فوق؟ اتش اللي موجوده دي هي فرق ارتفاعات الايه؟ المانومتر. اتش اللي موجوده هنا هي فرق الارتفاعات الايه؟ السائل بتاع المانومتر. اما اتش اللي موجوده في القانون اللي فوق، اتش اللي موجوده في القانون اللي فوق هي فرق الارتفاعات السائل اللي فين؟ هنا هو ده اتش اللي الفرق ده. صعب الكلام ده؟ هنا رو جي اتش عشان رو واحده، لكن انا عندي كام رو؟ 2 رو، فعباره عن رو كبيره ماينس رو صغيره. في المثال ده مين اكبر؟ الرو داش هي الاكبر عشان هو اللي تحت، يبقى رو داش ماينس الرو في جي في اتش. طب القانون ده جه منين؟ الاثبات بتاعه موجود هنا هو، انت اقراه، انا مش هيهمني حاجه الاثبات ده خالص، انا مش هيهمني اي حاجه. خلاص الكلام بقى، بص انا بريحك. تخيل في كل اللي احنا شرحناه دوت، كل اللي احنا شرحناه، احنا بقالنا تقريبا اكتر من ساعه شغالين، وكل اللي احنا شرحناه انا ما يهمنيش تطلع بالنقط الاساسيه. ايه هي النقط الاساسيه؟ ان الشابتر بتاعك دوت عباره عن معادلتين فقط لا غير. المعادله الاولى هي الكونتينيوتي ايكويشن، وخدنا منها كذا صوره، بس انا اللي تهمني بتاعت السوائل، ان A1 V1 ايكوال منها A2 V2، واخدنا شويه كلام عليه تعرفه عشان تريكات بعض المسائل. المعادله الثانيه هي البرنولي ايكويشن وشرحناها. التطبيقات هم تطبيقين، التطبيق الاولاني هو الفنشوريميتر. طب الفنشوريميتر ده ايه فائدته؟ فائدته ان انا عايز اجيب سرعه سائل جوه انبوبه. طب لو سمحت،
ازاي اجيب؟ يعني لو في الامتحان جبت لك انبوبه بالمنظر ده في مقطع واسع زي ما انت شايفه مقطع ضيق وعايز اجيب الفي 1 او الفي 2، وعشان تجيب الفي 1 والفي 2 عندك كذا طريقه من الحل، كذا طريقه من الحل. الطريقه الاولى اللي انت تعمل الاثبات ده، تكتب معادله برنولي وبعد كده توصل للمعادله ديت فتلاقي فيها مجهولين هما الفي 1 والفي 2، فتكتب معادله ايه كونتينيوتي ايكويشن وتجيب واحده بدلاله الثانيه وتعوض فيها لغايه ما تطلع للقانون دوت، وبعد كده القانون ده استخدمه. دي الطريقه الاولى اللي انا اعمل الاثبات لغايه ما اطلع القانون بتاع في 1. الطريقه الثانيه اللي انا احفظ القانون هي وريح دماغي. لو سمحت انت مش هتدهولي في الامتحان؟ لا، ما ده المفروض، المفروض انت ما تحفظهوش، بس انا بخليك تحفظه تبقى سريع في الامتحان وتنجز. فالطريقه الثانيه انت تحفظ القانون ده وتكون حافظه خلاص تعرف تحل بيه على طول. ايه الطريقه الثالثه؟ الطريقه الثالثه اللي انت تكتب المعادلتين اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن وبرنولي ايكويشن، وتعوض في البدايه خالص بالارقام، تعوض بالارقام في المساله وتحل المعادلتين بالارقام بدل ما تعمل اثبات لا تحلهم بالارقام. انا ارشح افضل طريقه اللي انت تكون حافظ الفي 1. وهقول لك لو سمحت افرض كان طالب الفيلوسيتي في المقطع الضيق كان عايز الفي 2، مش عايز السرعه عند المقطع الواسع، مش عايز السرعه هنا، مش عايز الفي 1، مش عايز اجيب السرعه هنا، عايز اجيب الفي 2، ما انا ريحتك. انت لو انت حافظ الفي 1، لو انت حافظ الفي 1 دي لو انت حافظ الفي 1 تقدر تعمل اي حاجه بقى، تقدر تجيب الكيو، ما الكيو عباره منها اي 1، الكيو دي عباره منها اي 1 في 1، ولو جبت الكيو تقدر تجيب الفي 2. ما انا عارف ان الاي 1 في 1 هي منها اي 2 في 2، فتقدر تقول ان الفي 2 عباره عن اي 1 في 1 على اي 2. طب انا في الامتحان واحد يقول يا سلام، طب انا لو حفظت كده هخلص؟ اه يعني بس تكون فاهم، حافظ مع فهم. خلي بالك انت عشان تجيب امتياز لازم تكون الاثنين حافظ وفاهم، حافظ بس ما ينفعش وفاهم بس هتتعطل. طب انا في الامتحان لو عايز العب معاك او اجيب لك افكار هغير في الفين في البي 1 ماينس البي 2. طب بي 1 ماينس بي 2 اللي هو البريشر ديفرنس ما بين المقطع الواسع والمقطع الضيق بتجاب ازاي؟ قال لك بتجاب بطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي انا ما استخدمش مانومتر اللي هو منه فيه، يعني ايه؟ يعني هفتح هنا اهوت وافتح هنا اهوت وهتلاقي هنا في كام سائل، سائل واحد، عشان كده اكتب لك رو ورو سائل واحد. ففي الحاله دي البريشر ديفرنس بيجيب عباره عن رو جي اتش، ورو دي كثافه السائل بتاعنا اللي هو ده، هو ده، والاتش هي فرق الارتفاع ديت. الطريقه الثانيه بجيب لك مانومتر عباره عن حرف يو وبيبقى فيه فرق في الارتفاع بتاع سائل المانومتر، ساعتها بلاقي ان البريشر ديفرنس عباره عن رو كبيره ماينس رو صغيره في جي في اتش، واتش هي فرق الايه؟ الارتفاع. القانون ده اثباته موجود هنا، والقانون اللي فوق برده اثباته موجود هنا، انا ما يهمنيش اثباته خالص في اي حاجه. طب تعالى ناخد مساله على الكلام ده. انت عامه انا مش محتاج اشرح لك المسائل بالمناسبه، انت هتلاقي المسائل كلها ما هي الا تعويض مباشر، ما هي الا تعويض ايه؟ مباشر، بكتب المعادلات وبعوض فيها، ما فيش اي حاجه صعبه خالص. بس عايز انبهك لحاجه، عايزك تعرف المعلومه ديت، ان A1 على A2 هي R1 سكوير على R2 سكوير، هي D1 سكوير على D2 سكوير. يعني انا ممكن اشيل A1 على A2 واحط بدل منها R1 سكوير على R2 سكوير، او الديامتر D1 سكوير على الديامتر اللي هو القطر D2 سكوير. ما انا عارف ان الاريا عباره عن باي R سكوير، وعارفها برضه اللي هي باي D سكوير على 4، وشرحنا جت منين الاربعه دي. فا A1 يبقى A1 على A2 هي R1 سكوير على R2 سكوير، او D1 سكوير على D2 سكوير. انت لو بصيت في المساله ديت ما فيش اي حاجه صعبه خالص، كان مديك الدي 1 ومديك الدي 2 ومديك الاتش، ده الفرق ده مدهولك، اتش ده مدهولك، وطلب بي 1 ماينس بي 2. طب ما بي 1 ماينس بي 2 انا حافظه رو جي اتش، رو عندي ب 1000 واتش اللي هو الفرق ده جبت بي 1 ماينس بي 2. طب عايز اجيب الماس فلوريت، طب ما احنا قلنا في الاول عشان دي ما الناس ما سمعتهاش في الاول، ان الماس فلوريت، حد فاكر الماس فلوريت ايه؟ الكون بتاع الماس فلوريت رو اي في اللي هي رو في كيو، يعني ما الاي في ليها كيو صح؟ فرو اي في، فيبقى انت عندك وقلنا ان رو 1 اي 1 في 1 هي نفسها منها رو 2 اي 2 في 2. يعني خلاصه الكلام لو انت عندك الفي 1 او الفي 2 هتعرف تجيب الماس فلوريت، يعني كانه بالظبط بيقول لك ايه؟ الماس فلوريت كان بيقول لك هات لي الفيلوستي، فهتجيب الفي 1 من المعادله، تكتب المعادله وتعوض فيها تجيب الفي 1. بعد ما جبت الفي 1، طالما جبت الفي 1 يبقى تضربها في مين؟ في الاي 1، والرو ثابته مش لازم تكتب رو 1، ما احنا عارفين ان رو 1 هي نفسها رو 2، فاقدر اجيب الماس فلوريت.
بعد كده بيقول لك ايه، لو انا استخدمت ميركري زئبق وبدل ما استخدمت الانبوبه دي حطيت ميركري، اقدر اجيب الديفرنس في الانبوبه بتاعت الميركري ديت المانومتر دي اللي انا هركبها؟ اه، ما انا عندي بيون ما نسبته خلاص عندي. لو انا استخدمت الانبوبه اللي على حرف يو، لو انا استخدمت الانبوبه اللي على حرف يو، لو انا استخدمت الانبوبه اللي على حرف يو وحطيت انا في سائل، الفرق الارتفاع ده هو عايزه هيبقى بكام؟ طب ما انا عندي البيون ما نسبته، ساعتها لو انا استخدمت الانبوبه ديت ساعتها البيون ما نسبته مش هتساوي المعادله دي، ساعتها البيون ما نسبته عباره من رو داش ماينس رو في جي في اتش اللي هو عايزها، البيون ما نسبته عندي ورو داش ورو عندي اقدر اطلع مين الاتش. انت هتلاقي المسائل كلها تعويض ايه مباشر. سنة تعويض مباشر مفيش اي حاجه صعبه خالص لو انت فهمت الفكره. في حد معانا هنا كل ده تعويض مباشر؟ طبعا نخش في الايه، في التانك، ودي مهمه قوي قوي قوي. خلينا نعمل كده ايه، نتناقش كده شويتين كده قبل ما نكمل يعني. حد عايز يقول اي حاجه؟ حد عايز يقول اي حاجه؟ دكتور هو البي 1 ما نسبته ثابت لنفس الانبوبه يعني؟ بتقول ايه؟ المثال اللي هو اللي انت حضرتك شرحته، بي 1 ماينس بي 2 ليه ثابت؟ البي 1 ما نسبته ايه؟ ليه ثابت؟ ليه عوضت فيه في المطلوب الثاني؟ لا هو بيقول لك لو انا نفس الانبوبه نفس الحاله بتاعتنا، بس بدل ما هستخدم الانبوبه المفتوحه هستخدم المانومتر. يعني طريقه قياس البريشر ديفرنس بس هتتغير، طريقه قياس البريشر ديفرنس هتتغير، طريقه قياس فرق الضغط هي اللي هتتغير، فاهم؟ يعني البي 1 ماينس بي 2 ثابت للانبوبه الواحده صح؟ لنفس ما انا ما غيرتش اي حاجه، هو بيون ما نسبته هتفضل زي ما هي، بس انا بس بدل ما اخليها انبوبتين مفتوحتين لا هركب مانومتر بس. تمام دكتور. الرو في الاي في ايه؟ الرو في اف في مش واصله دكتور، يعني ازاي بقت الكتله يعني؟ ازاي بقت الايه الماس فلوريت؟ ايوه حضرتك. ازاي رو اي في هي الماس فلوريت؟ ايوه. طب انت عندك الكيو مش بتساوي الفوليوم على الطيب؟ تمام. وهي برضو بتساوي الاي في الفي؟ تمام يا دكتور. تمام موصل خلاص. تمام ماشي. انا مش سامع انت، شكل ان انت عندك ضعيف جدا، مش سامع حاجه خالص. دكتور كده الجزء الاول ما سمعتوش. مش مهم قوي، حتى الجزء الاول ما سمعتوش مش مشكله خالص يعني. دكتور هي برنولي ايكويشن از انذر فورم اوف ذا برينسيبل اوف اي كونزرفيشن اوف انرجي. تمام. دكتور هو ايه اللي هيحصل لو في سائلين هنحلوها ازاي؟ إيه؟ مثلا لو عطانا سائلين في نفس الانبوبه لو ايه الرو بتاع سائلين، هناخد الرو بتاع انه سائل فيه يعني انبوبه، قصدك الانبوبه اللي بتاعت الفنتوري المساله اللي فاتت؟ لا المساله اللي فاتت مثلا بدل ميه مثلا حطينا سائلين مع بعض، مش هينفع احط لك حاجتين مع بعض، هي سائل واحد بس. والمانومتر ده جهاز بيقيس بريشر، بحط فيه سائل تاني عشان ده البريشر بس مش جوه الانبوبه الافقيه. دكتور هو المحاضره لسه ما زالت بتتسجل ولا وقفت؟ المفروض بتتسجل، بس ما اعرفش بقى هتسجل في الاخر ولا لا، ما اعرفش يعني. انا عامل لها تسجيل بس مش عارف هتسجل ولا لا.
دكتور احنا في الشيت لحد رقم 66 صح كده؟ هبص لك دلوقتي. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ دكتور هو يعني ايه سموث ريدكشن؟ يعني هو جاي في المسألة رقم 47 بيقول في حاجة فيها سموث ريدكشن بس انا مش فاهمة يعني ايه. يعني عامل فيها زي ايه، مقلل الاريا بس بطريقة مش شارب كده، مش مرة واحدة يعني. طب هو ما فيش طريقة احسب بيها بي 1 بس او بي 2 بس؟ عشان هو في كذا مسألة جاي فيها عايز بي 1 وهو مش عاطيني اصلا بي 2، فانا ما اقدرش اعوض برنولي ايكويشن دي، مش عندي ان انا اجيب عشان بيتو عندي مجهولة. لا ما انت لو انت عرفت تجيب البريشر ديفرنس، لو انت عرفت تجيب البريشر ديفرنس تمام. انا مش عندي واحد تاني عشان اجيب من، يعني مش عندي مثلا اللي هو انا هيبقى عندي بريشر ديفرنس ديت بي 1 ماينس بي 2، انا مش عندي بي 2 عشان اعوض فيها اجيب بي 1 بكام؟ بيبقى ولا مديك بي 1 ولا مديك بي 1 ولا مديك البي 2 عايز البي 1؟ لا بيبقى يعني في مساله رقم، في المسألة رقم 13 مش عطيني أي بريجر في المسألة أصلا، مش بيكلم عن أي حاجة، وعايز البريجر what is the بريجر in كيلو in كيلو باسكال. ده رقم كم؟ رقم 13. مش جاي مستخدم فيها القانون في 2 تربيع جذر 2 جي اتش؟ هي موجودة في رقم 12. هو بص، هي المسألة دي تعتبر ناقصة معطى، اعتبر ان المية وهي خارجة، يعني المية وهي خارجة هو البيتو يعني البريشر بتاع الاتموسفيريك بريشر يعني. تمام تمام يا دكتور، تمام شكرا. طب معلش اخر سؤال بس، هي رقم 9 المفروض يعني المفروض يتوضح، يعني المفروض يوضحها لك اكتر، يعني في الامتحان المفروض يوضحها اكتر من كده. تمام. يعني مثلا هو احنا ممكن احنا بنشارك في الامتحان، فلو حاجه زي كده مثلا نعترض نقول لا المفروض يوضح اكتر ان الميه هي خارج اكتر، ممكن تكون مثلا البريشر عندها هو الاتموسفيريك بريشر، بس لازم يوضحها اكتر يعني. تمام ماشي. رقم 9 في الشيت. لا احنا لسه ما احنا احنا لسه ما خلصناش الشابتر اساسا عشان نسال دلوقتي، انا بتكلم عامه يعني. يا دكتور معلش انا عندي سؤال بس. هو دلوقتي بالنولي ايكويشن البريشر لازم يكون دايركتلي بروبورشنال مع الاريا؟ بص انت عندك البريشر بيعتمد على كذا حاجه، خلي بالك انت تمام. عندك الاريا داخله معايا في الحسابات، والفلوستي كمان داخله معايا في الحسابات. تمام يعني مش شرط، يعني مش حاجه ثابته. تمام. لا مش شرط. تمام. دكتور هو المحاضره دي هينزل لها فيديو؟ انا هحاول انزل اللي احنا سجلناه ده، ما هي المشكله ان انا الصوره مش واضحه عندي. هو اللايف تانك ده علينا ولا ده على عين بس؟ ايه يا جماعه دكتور، هو اللايف تانك ده علينا ولا ده على عام؟ انت اس اس بي ولا اعدادي؟ انا اس اس بي. اس اس بي خلاص، انت لغايه كده اس اس بي خلاص. خلاص لغايه انك انا لغايه دلوقتي انت ممكن تمشي خلاص. نور قطع. تمام شكرا. يعني تمام. لو في حد معانا في هنا اس اس بي خلاص، اس اس بي خلاص كده، لكن العام مش غير معانا لسه التاني. دكتور احنا كده خلاص اس اس بي دي. لو في حد معايا هنا اس اس بي خلاص، اس اس بي هو بس معاكش غير لغايه جهاز بنشول. تمام. طب دكتور ما فيش محاضرات تانية صح كده؟ خلاص بالنسبه للاس اس بي دي اخر واحده خلاص، ما فيش حاجه تانية مثلا حل او كده صح؟
لا 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 خلاص كده مفيش اي حاجه. تمام شكرا دكتور. تعال نكمل بقى الايه الجزئيه بتاعتنا. بص بالنسبه لو انا عندي تانك والتانك دي مهم جدا 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 في الامتحان وبيحب يجيبه باستمرار يعني. لو انا عندي تانك بالمنظر ده وهنا في ثقب والميه بتخرج من هنا وعايز اجيب سرعه خروج السائل عايز اجيب سرعه خروج السائل في 2 دي بكام. بص انا اكتب لك لارج تانك يعني خزان كبير ليه حكمه يا حكمه ليه لارج تانك ولو ممكن انت هتعتبرك انه لارج تانك. انا عندي خزان كبير بالمنظر دوت والميه بتخرج من هنا وطالب منك هات لي في 2 سرعه خروج السائل. فانا هطبق معادله برنولي ما بين المقطع الاولاني ده المقطع الاولاني هاخده فوق هنا سطح الميه والمقطع الثاني هو هنا مش هنا المقطع الثاني هنا مش هنا هنا غلط انا مش هاخده هنا انا هاخده بره يعني عند الهواء وهطبق برنولي ايكويشن ما بين المقطع الاولاني اللي هو سطح الميه ده وعند المقطع الثاني اللي هو هنا فهقول ان بي 1 على رو زائد جي اتش 1 زائد نص في 1 سكوير بيساوي بي 2 على رو زائد جي اتش 2 زائد نص في 2 سكوير. لما يكون الخزان ده كبير قوي والثقب ده صغير الميه هي بتنزل الميه بتنزل السرعه اللي هو بينزل بيها اللي هو في 1 دي انت هتحس بيها ولا هتحس ان هي كانها رقم صغير جدا؟ هتحس ان هي رقم صغير جدا. فهتقول ان في 1 خلي بالك انا ما قلتش في 1 بتساوي زيرو غلط. انا بقول لك في 1 تقريبا بتساوي زيرو. ودي كمان مش فيون ده فيون سكوير ففي قاعده بتقول لك ايه لو هي مثلا الفيون ب 0.01 لو انت عملت لها سكوير ايه اللي بيحصل للرقم ده ايه اللي بيحصل للرقم ده بيصغر اكتر يعني ده رقم صغير فيون صغير ولما اعمل لها سكوير بتصغر اكتر فالترم ده بيبقى ترم صغير جدا فانا بعتبر بقول ايه تقريبا بايه بزيرو وهنا بس اعمل لك ايه عمليه بلس يعني ايه بلس يعني انا بقول جي اتش 1 بلس الكلام ده زائد الكلام ده فده ترم صغير فالترم الصغير ده تقريبا بزيرو. خلي بالك عشان ما تتوهش معايا في قاعده بتقول لك الاتي القاعده بتقول لك ايه القاعده بتقول لك الرقم الصغير ركز في الكلام الرقم الصغير يهمل يهمل في الجمع والطرح تهمله لما تعمل عمليه ايه جمع او طرح لكن ما تهملهوش في الضرب. يعني ايه يعني إيه؟ لو انا عندي مثلا 10 اس ماينس 6 10 اس ماينس 6 وعندي 10 اس 6 سؤال 10 اس ماينس 6 ده رقم صغير ولا رقم كبير؟ ده رقم صغير. لو انا قلت 10 اس 6 زائد 10 اس ماينس 6 تقريبا 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 كام؟ 10 اس 6 صح ولا مش صح؟ يعني لما حطيت الرقم ده بصفر فرق معاك في حاجه؟ ما فرقش معاك في حاجه تقريبا هو هو نفس الرقم اللي هو 10 اس 6. لكن لو انا قلت 10 اس 6 وعملتها تايمز 10 اس ماينس 6 هتلاقي الرقم ده هيطلع بكام؟ بواحد. هل هنا تقدر تحطه في زيرو تقدر تحطه في زيرو؟ قال لك لا ده اثر جامد في الناتج. فالقاعده بتقول لك ايه القاعده بتقول لك ايه ركز في الكلمه اللي انا بقوله ده القاعده بتقول لك ان الرقم الصغير تقدر تهمله تحطه في زيرو لو كان مجموع لو كان مجموع لكن لو كان مضروب لو كان عامل له عمليه تايمز كده بالمنظر ده ما تقدرش ايه تهمله. فالقاعده بتقول لك الرقم الصغير يهمل في الجمع يهمل في عمليه الايه الجمع لكن ما اقدرش اعمله في الايه في الضرب. خلاصه الكلام خلاصه الكلام لو انا عندي الخزان بتاعي دوت كبير والثقب ده صغير فالسرعه بتاعت السائل هو نازل سرعه السائل هو نازل والفيون تقريبا هتبقى بكام بزيرو وهنا عمليه ايه اد جامع عمليه جمع فهقول الفيون تقريبا بكام بزيرو. وهتلاحظ ان المقطع رقم 1 ده معرض للهواء هنا معرض للهواء والمقطع رقم 2 معرض للهواء فهتلاقي ان البي 1 هو الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي والبي 2 هو الاتموسفيريك بريشر. خلي بالك انا قلت البي 2 هو الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي لكن هنا الضغط هنا مش الاتموسفيريك بريشر البريشر هنا هو الاتموسفيريك بريشر البريشر هنا هو الاتموسفيريك بريشر زائد رو جي اتش لكن النقطه مش هنا النقطه فين؟ بره النقطه بره. فخلي بالك بقى من الكلام ان انا نقطه رقم 2 واخدها فين نقطه رقم 2 واخدها فين نقطه رقم 2 نقطه رقم 2 بتكتب معايا النقطه رقم 2 واخدها بره عند الهواء فعشان كده بقول لك ان دكتور بعد اذن حضرتك ممكن تقفل المايك
فالبي 2 دي معرضة للايه؟ للاتموسفيريك بريشر. والبي 1 هي الاتموسفيريك بريشر. يبقى أنا عندي البي 1 والبي 2 الاثنين قد بعض والرو قد بعض، فهتلاقي الترم ده كله، الترم ده كله قد الترم ده كله، فيروحوا مع بعض. يبقى أنا عندي الترم ده راح مع الترم ده والفي 1 خلاص بزيرو. طب فين بقى اتش 1 واتش 2؟ قال لك تجيب اتش 1 واتش 2 تاخد الريفرنس. لو واحد اخد الريفرنس هنا صح ولا غلط؟ صح. افضل مكان تاخد فيه الريفرنس عند عند الثقب. ليه؟ عشان لو انا اخدت الريفرنس هنا، لو انا اخدت الريفرنس هنا هتلاقي اتش 2 بزيرو، اتش 2 خلاص بقت بزيرو. واتش واحده هو الارتفاع ده اللي انا سميته اتش، يبقى اتش واحده واتش. يبقى انا احط اتش 2 بزيرو وهتفضل لك اتش 1 باتش. خلاص دي باتش. فهتفضل لك ايه بقى في المعادله دي؟ خلاص راحت ودي خلاص راحت ودي خلاص راحت ودي خلاص راحت. اتفضلي مين بقى؟ جي في اتش ايكوال بيساوي نص في 2 سكوير. هيتفضل لك في المعادله الاتي لما تعوض، هيتفضل لك ان جي اتش بيساوي نص في 2 سكوير. اضرب في 2 هنا، اضرب في 2، فيبقى عندك 2 جي اتش بيساوي في 2 سكوير. خد الروت، خد الجذر، فيطلع ان في 2 عباره عن في 2 جذر 2 جي اتش. يبقى دي تحفظها وتريح دماغك. بص بقى كل الكلام ده، بص انا بريحك والله، اللي بيركز يرتاح. كل الكلام ده ولا لي اي لازمه؟ تبقى عارف احتياطي، عارف احتياطي الكلام ده، تبقى عارف احتياطي كل الكلام ده، تبقى عارف احتياطي. اللي انا اكون حافظه هو ده، ان سرعه خروج السائل، سرعه خروج السائل انا احفظها ايه؟ سرعه جذر 2 جي اتش. طب مين اتش دي؟ اتش دي ارتفاع الميه مش عن القاع. اتش دي مش ارتفاع الميه عن القاع، اتش ارتفاع الميه، ارتفاع الميه عن الثقب. اتش ارتفاع الميه عن الثقب. لو الثقب في القاع، لو الثقب في القاع خلاص يبقى اتش ارتفاع الميه عن القاع. لكن التعريف الادق قصدك مثلا تلاقي مثلا بعض الدكاتره حاطط لك الثقب في القاع، فالطالب يعتقد ان الاتش هي ارتفاع الميه عن القاع، وده غلط. يجي في الامتحان يوم جاي يعمل لك شويه تريكات تقع انت فيها. ان الاتش هي ارتفاع الميه، اتش هي ارتفاع الميه عن الثقب. يبقى خلاصه الكلام ان سرعه خروج السائل سرعه عباره عن جذر 2 جي اتش، واتش هي ارتفاع الميه عن الايه؟ عن الثقب. اتش هي ارتفاع الميه عن الثقب. يبقى في 2 سرعه خروج السائل، واتش ارتفاع السائل في الخزان عن الفتحه وليس الايه؟ القاع. طيب دي تكون حافظها. طب تعالى بقى ركز معايا في اللي انا هقوله دلوقتي. ساعات في الامتحان يطلب منك الزمن اللازم عشان تفرغ كميه من السائل، هياخد وقت قد ايه عشان السائل يفضي مثلا نصه ربعه، تنزل كميه معينه من السائل. بعملها ازاي؟ ركز بقى معايا شويه. انا هفترض ان انا عندي خزان بالمنظر ده، وهفترض ان في البدايه خالص كان ارتفاع الميه عن الثقب، هسميه اتش انيشال، اتش اي. يعني اتش اي؟ يعني اتش اي ده اتش انيشال اللي هو ارتفاع السائل في البدايه عن الثقب. الوقت بيعدي فالسائل عمال ايه؟ يخرج، وفي الوقت نفسه السائل عمال ينزل. وصلنا في حته معينه كان ارتفاع السائل عن الثقب باتش سمول. وطبعا كل ما الوقت بيعدي، كل ما الوقت بيعدي اتش سمول دي عماله ايه؟ عماله تقل تقل تقل، صح ولا مش صح؟ فالمهم عماله تقل تقل تقل، وخلي بالك سرعه خروج السائل عماله تتغير. ليه؟ سرعه خروج السائل، سرعه خروج السائل عباره عن جذر 2 جي اتش، وزي ما انت شايف ان الاتش ده الارتفاع السائل عن الثقب عمال يتغير. فكل ما الوقت بيعدي الارتفاع ده بيتغير، وسرعه الخروج كمان مالها بتتغير. وطالما سرعه الخروج متغيره باكيد برضو كمان سرعه الهبوط مالها متغيره. ليه؟ ما هو السائل اللي بينزل هو اللي بيخرج. يعني الفلو ريت بتاع الهبوط، الفلو ريت معدل معدل الهبوط هو نفسه معدل الخروج. ما الميه اللي بتنزل هي بتخرج. فانا عندي ان الاي 1 الاي 1 الفي 1 هي مين؟ اي 2 في 2. اي 1 في 1 هي A2 V2، ونظرا ان V2 متغيرة يبقى كده V1 كمان ملا متغيرة. طب لو سمحت ازاي اجيب سرعة الخروج وازاي اجيب سرعة الهبوط، السرعة اللي بينزل بيها؟ قال لك سرعة الخروج ما فيهاش مشكلة، سرعة الخروج اللي هي V2، سرعة الخروج اللي هي V2 ما فيهاش مشكلة، جذر 2 جي اتش، و اتش دي متغيرة عشان الارتفاع ده عمال يتغير، فسرعة الخروج ما فيهاش مشكلة، جذر 2 جي اتش، وكل ما الاتش بتتغير السرعه دي كمان مالها بتتغير. طب سرعه الهبوط اجيبها ازاي؟ قال لك السرعه اللي بينزل بيها هتجيبها بطريقه معينه خالص. ازاي؟ هو السائل كان هنا صح؟
عند زمن معين، عند زمن معين كان سهل هنا. لو عدى زمن صغير قدره دي تي، لو عدى زمن صغير قدره دي تي، هل ارتفاع سهل هيفضل في مكانه ولا هيتغير؟ اكيد هتغير، هينزل، بس هينزل مسافة ايه؟ مسافة صغيرة. المسافة دي انا هسميها دي اتش. يعني دي اتش يعني نازل حتة من اتش. يبقى بعد ما عدى زمن قدره دي تي، زمن صغير، السائل ده نزل مسافة صغيرة قدرها مين؟ دي اتش. طب السرعة اللي بينزل بيها جابها زي؟ قال لك مسافة على زمن، الفيلوستي عبارة عن الديستانس على التايم. هو هينزل مسافة دي دي اتش على زمن قدره ايه؟ دي تي. لو سمحت عايز ايه يا عم؟ يقول لي امشي السرعة متغيرة؟ اقول له ايوه السرعة متغيرة. يقول لي طالما السرعة متغيرة، طالما السرعة متغيرة ما ينفعش اقول لي ان السرعة مسافة على زمن عشان السرعة متغيرة. قال لك استنى استنى، ما انا ما خدتش مسافة كبيرة ولا زمن كبير، ده انا خد مسافة ايه؟ صغيرة وزمن صغير، يعني ما لحقتش في خلال المسافة الصغيرة دي السرعة تتغير. فتقريبا السرعة عبارة عن الدي اتش على الدي تي. طب سؤال، كل ما الزمن بيعدي، رد، كل ما الزمن بيتعدي ايه اللي بيحصل؟ اتش بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. قال لك خلاص حط هنا ماينس. طب ليه حطيت ماينس؟ قال لك اصل كل ما الزمن بيعدي الاتش عمال ايه؟ تقل. خلاصة الكلام ان سرعة الخروج هي جذر 2 جي اتش، واتش متغيرة، وسرعة الهبوط هي ماينس دي اتش على تي تي، ماينس دي اتش على دي تي. طب احنا اتفقنا ان المية اللي بتنزل هي اللي بتخرج، صح ولا مش صح؟ المية اللي بتنزل من هنا هي اللي بتخرج من هنا، يعني الفلوريت معدل الهبوط، الفلوريت بتاع الهبوط هو نفسه الفلوريت بتاع الايه؟ الخروج. طب الفلوريت هجيب زي A1 V1 equal A2 V2، A1 V1 equal منها A2 V2. الV1 والV2 عندي انا مش عندي، عندي عوض بيها. الاقي طالب ذكي يسالني سؤال، اشوف مين الذكي اللي هيساله لي، هشيل V1 واعوض بيها واشيل V2 اعوض بيها. عايز طالب ذكي يسالني سؤال دلوقتي، افتح لكم الصوت عشان عايز طالب ذكي يسالني سؤال ذكي. ها انا بقول A1 D1 المية الفلوريد بتاع الهبوط هو نفسه الفلوريد بتاع الخروج، يبقى A1 V1 هو نفسه منها A2 V2. طيب هشيل ال V1 وعوض بيها واشيل V2 وعوض بيها. عايز حد يسألني سؤال يقول لي ان ال V1 مش انت قلت لنا ها؟ حد معايا ولا مش معايا؟ انا لسه ما فتحتش الصوت صح. هو احنا ازاي هنفاضل، قصدي هنكمل دي تي ودي اتش؟ ما تسبقنيش دلوقتي، عايز حد يسالني سؤال ذكي. الاتش في 1 متغير، ما نقدرش نعوض عن البي 1 بصفر عشان هي مضروبه. يا سلام، مين الطالب الشاطر ده؟ مين الطالب الشاطر ده؟ ده طالب شاطر قال لي السؤال وقال لي الاجابه، يعني ده طالب شاطر. قال لي انت مش عايز تقول البي 1 مش هينفع نحطها بصفر، وامرد ليه؟ قال لي عشان دي مضروبه، واحنا اتفقنا ان الرقم الصغير ما ينفعش اعمله في الايه؟ في الضرب. اه وبعدين انت مش قلت لنا السرعه اللي بينزل بيها تقريبا بزيرو فوق؟ مش انت كنت قايل لنا، مش انت قايل لنا ان هنا هو الفي 1 تقريبا بزيرو؟ ايوه، هو حطيت هنا بزيرو عشان كان ايه؟ عمليه ايه؟ بلس، كاتب زائد. لكن هنا هو هنا هو هنا هو هنا هو انا كاتب ايه؟ انا كاتب ايه؟ اي 1، انا كاتب هنا اي 1، اي 1 في 1 بيساوي هنا A2 V2. الV1 تقريبا بزيرو، بس هي مش بزيرو، وهنا مضروبة، فطالما هنا في مضروبة ما ينفعش احطها بكام؟ بزيرو. فهشيل الV1 واحط بدلها منها minus dH by dt، واشيل الV2 واحط بدلها منها جذر 2 GA GH. تعال نشوف لما نعوض المعادلة ايه اللي هيحصل. فهيطلع لك المعادلة بالمنظر ده، ان A1 V1 شيلت الV1 واحط بدلها منها minus dH by dt، وشيلت الفي تو حطيتها منها جذر 2 جي اتش. المعادله دي بقى، المعادله دي فيها كم متغير؟ عندي 2 متغيرات. ثواني نفس الصوت ده ثواني كده. تمام، يبقى عندي ماينس اي 1 دي اتش، شيلت الفي تو بدل ماينس دي اتش باي دي تي، وشيلت الفي تو بدل جذر 2 جي اتش. المعادله دي بقى فيها كم متغير؟ عندي متغيرين. ايه المتغيرين اللي عندك؟ اتش بتتغير والتايم بيتغير. فهعمل عمليه فصل. يعني ايه عمليه فصل؟ يعني اجيب الترم ده كله تحت واجيب الدي تي فوق. فلما نفتح عندك كده ماينس اي 1 دي اتش على الكلام ده كله تحت، اي 2 جذر 2 جي اتش بيساوي دي تي.
اعمل عمليه انتجريشن. لما اعمل عمليه انتجريشن بحط هنا ليميت اوف انتجريشن، حدود التكامل. وطبعا كل ده ثوابت الاي 1 ثابته والاي 2 ثابته والاي 2 جي ثابته. ما هو الميه هي بتنزل من الخزان، والميه هي بتنزل من الخزان. سؤال، هل الاي 1 بتتغير؟ لا، طول ما الميه بتنزل الاي 1 ثابته، والاي 2 سرعه مساحه المقطع بتاع الخروج ماله ثابت. يبقى انا عندي الاي 1 والاي 2 ثوابت، لكن مين بتغير؟ الاتش بتتغير والتايم بتتغير. المهم، طيب عندك ماينس اي 1 على اي 2 جذر 2 جي بتساوي انتجريشن دي اتش جذر اتش دي تي. التكامل دوت ما فيهوش مشكله، ده تحفظه، تكامل دي اتش على جذر اتش بتنهي الجذر. جت منين دي؟ اساسا دي اساسا اقدر اكتبها كده، دي معادله دي اقدر اكتبها كده، جذر اتش اكتبها اقدر اتش ماينس نص، ما الجذر بنص بس ده تحت، فيطلع فوق بماينس نص دي اتش. فهتاخد الاس ده تزوده واحد واقسم عليه، فماينس نص لما تزود عليه واحد يديك نص، على نص الاثنين دي تطلع فين؟ فوق، فيطلع 2 اتش اس نص اللي هي 2 جذر اتش. سيبك من الكلام ده كله، انت تكون حافظها الانتجريشن بتاع دي اتش على جذر اتش ب 2 الجذر 2 جذر اتش، والانتجريشن بتاع دي تي ب تي. طبعا نحط حدود التكامل. حدود التكامل بحطها ازاي؟ ركز معايا. عند زمن صفر، عند زمن صفر يعني في البدايه بكتب هنا زيرو، عند زمن صفر كان ارتفاع الميه عن الثقب بكام؟ كان ارتفاع الميه عن الثقب بكام؟ كان ارتفاع الميه عن الثقب اتش انيشال، يبقى حط اتش انيشال. يبقى عند زمن صفر، لما اكتب هنا عند زمن صفر هكتب كده، هكتب كده، عند زمن صفر كان ارتفاع الميه عن الثقب اتش انيشال. لما عدى زمن تي ارتفاع الميه عن الثقب هي مين؟ اتش فاينل. مين اتش فاينل ده بقى؟ مين اتش فاينل؟ مين اتش فاينل؟ اتش فاينل، ركز معايا، اتش فاينل ده ارتفاع الميه عن الثقب في النهايه. يعني لما يجي يقول لك مثلا هات الزمن عشان يكون ارتفاع الميه عن الثقب برقم معين، يبقى اتش فاينل ده ارتفاع الميه عن الثقب، اتش فاينل ده ارتفاع الميه عن الثقب بعد مرور الزمن تي. انا يهمني اكون عارف ان دي ارتفاع الميه عن الثقب بعد مرور الزمن، ودي ارتفاع الميه عن الثقب في البدايه. هتعوض بالكلام ده كله، هتعوض يعني هشيل جذر اتش واحط بدلها اللي فوق ماينس اللي تحت. لما تعوض هيبقى عندك جذر اتش فاينل ماينس 2 جذر اتش انيشال بتساوي تي ماينس 0. خد الاثنين طلعها بره، طلع الاثنين دي بره، فلما طلع الاثنين دي بره يبقى عندك جذر اتش فاينل ماينس جذر اتش انيشال، دخل ماينس دي جوه، دخل ماينس دي جوه، فيطلع لك ان تي بتساوي اي 1 على اي 2، الاثنين هتروح مع جذر 2 تفضل لك جذر 2 فوق، 2 مع جذر 2 تفضل لك جذر 2 فوق على جي، على جذر جي. وعكستهم، ليه عكستهم؟ ليه عكستهم؟ عشان انا دخلت الماينس دي جوه، فجذر اتش انيشال ماينس جذر اتش اي فاينل. المعادله ديت بص ممكن تحفظها، المعادله دي ممكن تحفظها، او تكون حافظ الاثبات اللي اتعمل فوق ده، تكون حافظ الاثبات اللي عمل فوق ده. طيب، وتكون عارف ان الاتش انيشال ده ارتفاع الميه عن الثقب، مش 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 القاع، اتش انيشال ارتفاع الميه عن الثقب في البدايه، واتش فاينل ارتفاع الميه عن الثقب في النهايه بعد مرور الزمن مين؟ تعال ناخد مثال على الكلام ده. وطبعا اي 1 ده مساحه الخزان، اما اي 2 دي مساحه الايه؟ الثقب. تعال ناخد مثال على الكلام ده. المساله دي بتقول لك ايه؟ عندي تانك، التانك ده اداك الدايمتر بتاعه ب 40 سنتي، والهول اللي هو الثقب بتاعك اداك الدايمتر بتاعه ب 4 ملم. ملاحظ؟ ملاحظ ايه اللي انت ملاحظه؟ ان الدايمتر بتاع الخزان كبير قوي، والدايمتر بتاع الثقب ماله؟ صغير قوي، ده 70 سنتي متر، لكن ده 4 ملم. وبيقول لك في البوتوم، في القاع، يعني الثقب في القاع خلاص. بيقول لك ايه؟ if the original height يعني of the water، يعني الارتفاع الميه في البدايه اللي هو اتش انيشال، اتش انيشال بكام؟ اتش انيشال ب 1.2 متر. ايه اللي هو طالبه منك؟ قال لك هات لي التايم اللي انت محتاجه عشان تفضي 60% من الميه. هات لي التايم اللي انت محتاجه عشان تفضي 60% من الميه، وعايز التايم ده بالمينيت. هات لي التايم ده بالايه؟ بالمينيت. هتقولي بالمينيت.
طيب سؤال، في البداية، في البداية ارتفاع المية عن القاع، ما عن القاع هو الثقب، ما الثقب في القاع، الثقب في القاع، فارتفاع المية عن الثقب أو ارتفاع المية عن القاع ما هو هي 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 ليه هي هي؟ عشان الثقب الهول بتاعك الثقب موجود في البطن في القاع، فارتفاع المية عن القاع بدولك بعد 12 متر يبقى ده الاتش انيشال، يبقى أنا عندي اتش انيشال بواحد وتمن عشرة متر. لما فضي 60% لما فضي 60% أنا فضيت 60% لما فضي 60% هيتبقى لي قد إيه؟ هيتبقى لي قد إيه؟ أنا فضيت 60% يتبقى قد إيه؟ يتبقى 40%. فأنت لما تفضي 60% اللي هيتبقى قد إيه؟ 40%. فتقدر تجيب اتش فاينل. مين اتش فاينل؟ ارتفاع الميه عن القاع عن الثقب، يعني ما هو الثقب في القاع، ارتفاع الميه عن الثقب في النهايه. انت فضيت 60% يتفضل لك هي 40%، يبقى اتش فاينل، اتش فاينل عباره 40% 1.8 دي 40% دي 40%. ما انت لما تفضي 60% يتفضل لك ايه؟ 40%. لما تفضي 60% يتفضل لك كام؟ 40%. يبقى انت لما تفضي 60% يتبقى لك كام؟ 40%. المهم يبقى اتش فاينل عباره عن 40% 1.8. هتعوض في المعادله بتاعتنا. المعادله بتاعتنا اللي هي اي 1 على 2 جذر 2 جي اتش جذر 2 على جي اتش انيشال ماس اتش فاينل. اتش انيشال خلاص عندي اللي بعد 12 متر، والاتش فاينل هو الرقم دوت. تعوض تجيب الزمن، انا كده جبت الزمن عشان افضي كام؟ 60%. ايه المطلوب الثاني بقى؟ المطلوب الثاني بيقول لك ايه؟ عايز السرعه بعد 44 منت. عايز اجيب سرعه السائل، عايز اجيب سرعه خروج السائل، سرعه خروج السائل في 2 بكام؟ بعد 44 منت من بدايه التفريغ. سرعه خروج السائل هي جذر 2 جي اتش، والمشكله ان اتش ديت متغيره، كل ما الوقت بيعدي الارتفاع ده عمال يتغير. هو عايز اجيب سرعه الخروج للسائل امتى؟ قال لك هات لي instantaneous exit speed، يعني عايز سرعة خروج السائل في اللحظة بعد 44 منت من بداية التفريغ. طب أنا عندي في البداية خالص، لو كان قال لي هات لي سرعة خروج السائل في البداية هتقول لي جذر 2 جي اتش تعوض بالاتش اتش انيشال اللي هي 1.8 متر. ولو قال لك هات لي سرعة خروج السائل لما فضى 60% لما فضيت 60% هتقول جذر 2 جي اتش هتعوض بالاتش الاتش ايه؟ الاتش فاينل. لكن هو طلب منك سرعة خروج السائل في اللحظة دي بعد 44 منت، أجيبها ازاي؟ قال لك مع بعد 44 منت السائل هيكون ليه ارتفاع معين، فأنا محتاج أجيب الـ H final ده، عايز أجيب الـ H ده بعد 44 منت. طب بجيبه ازاي؟ هعوض في نفس المعادلة. أنهي معادلة؟ اللي هي المعادلة دي، بس ساعتها هشيل الـ T، ساعتها هشيل التي واحط بدل 44 منت، بس انا ما اشتغلش بالمنت، انا بشتغل بالسكند. 44 منت يبقى 44 في 60 ثانيه، والاتش انيشال عندي بواحد واتنين من عشره. ساعتها اجيب الاتش فاينل الجديده. مين اتش فاينل ديت؟ اتش فاينل ده ارتفاع الميه عن الثقب، ارتفاع الميه عن الثقب بعد مرور 44 منت. اتش فاينل ده ارتفاع الميه عن الثقب بعد 44 منت. فهتيجي في المعادله يتعوض بالاتش انيشال عادي زي ما انت عارفها، واعوض بالتايم ب 44 في 60 عشان احولها لسكند، اطلع الاتش فاينل. بعد ما جبت الاتش فاينل ديت هتقول ان سرعه الخروج جذر 2 جي اتش، والاتش هي الاتش فاينل دي، جذر 2 جي اتش والاتش هي الاتش فاينل دي. انا كده جبت ايه؟ سرعه. طب عايز اجيب سرعه هبوط التانك، عايز اجيب السرعه اللي بينزل بيها التانك في اللحظه دي، عايز اجيب السرعه اللي بينزل بيها ايه السائل في التانك في اللحظه دي. ده المطلوب اللي بعد كده. ايه المطلوب اللي بعد كده؟
سوب بعد كده عايز اجيب السرعه بتاعه الميه ووتر سيرفيس لير في التانك امتى؟ بعد 44 منت. يعني عايز اجيب سرعه الميه هنا، عايز اجيب في 1 بعد 44 منت. طب ما انا عارف ان الفلوريت بتاع الهبوط هو نفس الفلوريت بتاع الخروج، يعني عندي A1 V1 بيساوي A2 V2. لو انا عوضت بالسرعه بعد 44 منت، سرعه الخروج بعد 44 منت، يبقى انا هجيب ال V1 سرعه الهبوط بعد 44 منت. يبقى انا لو عوضت عن ال V2 سرعه خروج السائل بعد 44 منت، اقدر اجيب ال V1 سرعه الهبوط بعد 44 منت. طبعا مساله فيها ايه؟ فيها افكار كتير بقى من المسائل دوت لازم تشغل دماغك فيها، بس انت تكون فاهم الفكره الاساسيه. ايه الفكره الاساسيه؟ ان الميه اللي بتنزل هي اللي بتخرج، الميه اللي بتنزل هي اللي بتخرج، وتكون عارف ان الفلوريت بتاع الهبوط اللي هي A1 V1 هو نفسه A2 V2، الفلوريت بتاع الهبوط هو نفسه الفلوريت بتاع الايه الخروج، وتكون عارف ان V1 هي ماينس دي اتش باي دي تي، وتكون عارف ان V2 هي جذر 2 جي اتش، وتكون عارف حافظ المعادله النهائيه. لو انت حافظ المعادله النهائيه هتريحك كتير في الحل. كده اعتبر الفلويد خلاص ما فيهوش حاجه صعبه. في حد عنده سؤال؟ على حاجه سيبكم كده ايه الصوت مكتوم وايه وليه. في حد عنده سؤال؟ محدش يرد خلاص كده يعني الدرس خلاص سيء ماشي. ها في حد عنده سؤال؟ خلاص سكت. دكتور هو في اي دكتور في اي اخبار عن الامتحان؟ ولا دكتور في اي اخبار عن الامتحان؟ بص بص هنتفق على حاجه، هنتفق على حاجه. اللي عايز يسال يرفع ايده، اللي عايز يرفع يسال يرفع. طيب يوسف، يوسف محمد حسن. ايوه انا دكتور. يوسف ايوه عايزنا حضرتك دكتور ماشي اخبار الامتحان العملي، مش عارفين احنا امتحانه عملي ولا لا، ولو في شفهي فيه ولا لا، والامتحان بقى النظري اللي هو الاساسي فيه اخبار عنه ولا لا؟ بس كده. بص 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 يا يوسف، اول هم انت لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه برضو. هو المفروض على اول فبراير، اول فبراير ان شاء الله الدنيا هتبدا توضح، رؤيه توضح، يعني على اول فبراير الرؤيه هتبدا توضح. هو كان مخطط امتحان العملي يكون نظري، كان مخطط امتحان العملي يكون نظري، والاغلب هيكون نظري يعني، بس لسه بقى مش عارفين هل هيبقى نظري ولا لا. طيب الشفوي ما هو برده كان مخطط ان ما يبقاش فيه شفوي، فمش عارف هل هيبقى فيه شفوي ولا مفيش شفوي، مش عارف لسه. هيبان على اول اتنين ان شاء الله، كل حاجه هتبان على اول اتنين في يعني الامتحانات. هتلاقي جدول الامتحانات ديت على اول شهر اتنين الدنيا بدات توضح رؤيه، بس اللي هو اللي معروف ان اول ما الاجازه تخلص الامتحانات هتبدا على طول. المطالبين بالاثباتات ده دكتور ولا الامتحان كله ام سي كيو؟ الامتحان كله ام سي كيو تمام، الا 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 لو اضطرينا، وده احتمال ضعيف جدا، ان يبقى ثانيه بس نوقف التسجيل، الحاجات دي خلاص ملهاش لازمه. مش عارف بقى لما نوقف التسجيل ده بقى